استنى استنى طيب وما عشان تستعيش للنظام بس عليه وده محفظة كويس قوي وهي سهل يعني اعتبر دي مش اسم عملي بس اعتبر انت مراجع نظري صح حلوة بس كل منظور العمل هيحاولوا يشغلوه شغلان طيب يا جمال شغلوا تكييف الورق ده اللي عندنا توقع عندك 6 تجارب بلاند اكسبيرمنتس عددهم 6 تمام اللي اول تجربه اللي هي الاستيميشن او هيموجلوبين كونتنت والحقيقه أو هيموجلوبين كونسنتريشن لأن في نوعين من الأنابيب في واحدة بتدي الكونتنت في واحدة بتدي الكونسنتريشن فتتميز عن بقية أقرانك لو قال لك الجهاز ده بيقيس إيه ما تقولوش هيموجلوبين كونتنت بس يا بقية طلب كونتنت ممكن لو بنحسب الجرام لكن لو بنحسب بيرسنت هيبقى كونسنتريشن فدي أول خطأ حتى يقع فيها الشباب المعينين إن هم يحطوا العنوان استيميشن هيموجلوبين كونتنت في العنوان الصحيح هيموجلوبين كونتنت اند اور هيموجلوبين كونسنتريشن طيب الابريتس سهل هو اسمه سهل فالراجل اسمه سهل هو فعلا سهل فعندنا ده السهل هيموجلوبينوميتر وده السهل بيبان بتاعته ما يتغلطش فيه يعني حتى في الاستيشن ما فيش حاجه تاني شكل هتغلط فيه هو ده الشكل الفكرة كالآتي ان احنا الستبس حط ثلاث حاجات مع بعض فالاول الانبوبة دي بنحط الحد علامة 10% HCl لعشر عيالي يعني ما ينفعش نحط لا سلفوريك اسيد ولا نيتريك اسيد ما يدوش هذا الرياكشن يبقى اول حاجة حطناها كنت شوية يا شباب HCl لحد علامة 10% هتبقى حافظ ده هتحط ولا غيره هتبقى حافظ بس يعني اسلوب يا حافظ لحد علامة 10% 10 عيال وبعدين تاخد بالبيبيت ده عين الدم اللي هي 2 من 10 مليلتر خلاص 2% اسف مليلتر اهم حاجة في القصة دي لك انت الاستيرلايزيشن اللي هي مش مهم عندنا انت مش هتاخد حاجه انما المفروض لما كنا بنعمل التجارب دي اهم حاجه انك ما تنتهيش بفيروس لازم تستيرلايز ايدك وتاخد عينه البلاد وتروح حاططها في التيوب بتاعت السائل وحطينا اللي هو الهيموجلوبين اللي هو 2 من 100 مليلتر هيتفاعل وده بقى السر في التجربه ال HCl مع الهيموجلوبين هيدي الماده المرجوه دي ناس تبقى حاططها صم اسمها اسيد هيماتين لونها بني غامق يبقى اول حاجه حطينا HCl عشر عيالي لحد على 10% ثاني حاجه خدنا بالسهل بيبان 2 من 100 ملي لتر حطيناهم على HCl فحدث التفاعل ده وادى ده كم واحد ما خدوش هذه اهم ماده بقى 3 بس يا جماعه 2 بس هنا هم عايزين تكييف ده يشتغل حاضر يا اسيد ماتين ده السر عشان كده حتى الماده دي اهميتها عطها لك انا في الواسكه انا بعتبر نفسي على فكره انا بكتب مذكره بذاكر معاك فبخطط معاك يعني كده بنخطط عارف ده المهندبات ايه اهم حاجه انك تقول ان هنتج ماده اسمها ايه؟ اسيد ماتين دول هبوني غاني فانت دلوقتي هتخفف الماده دي باستخدام ديستل ووتر واضح الاتي تعال نفكر كل ما
الهيموجلوبين كان كتير يبقى فكر معايا يبقى الاسيد يبقى تقيل يبقى كتير يبقى عشان توصل ماتش الكلام اللون اللي انت عاوزه هتحط ميه ايه كتير فتطلع القرايه عاليه فهمت الايديا تاني يبقى لو انا عندي هيموجلوبين كتير هينتج اسيد هيماتين كتير لو قالوا له بني غامق يبقى عشان اخففه للستاندرد كلر ده للون ده اهو هحتاج احط ميه ايه كتير يبقى احط ميه كتير يبقى القرايه هتطلع عاليه فهمت البرنسبل تاني يبقى هي يبقى في الستبس بتاع التجربه حطينا ثلاث حاجات اول حاجه حطينا HCl عشر عيالي 10% حتى عشر عشان تتكلم عشر عيالي 10% وبعدين حطينا هيموجلوبين اللي هو 2% ملي لتر خلناه بالسهل مش هنحط حاجه انت بس تبقى حافظ الكلام هيحدث تفاعل ينتج عنه اهم ماده اللي عارفها كويس انا اسمها ايه؟ اسيماتين وبعدين هتخففها لحد ما توصل لون الشبابيك ده الستاندرد كلر ذا مور ذا هيموجلوبين كامل ذا مور ذا اسيد هيماتين ذا مور ذا ليست ووتر يو هاف تو بوت عشان توصل لون يبقى هتطلع غريبه عليك ده فكره التجربه. طيب خد بالك بقى دي اسمها كلر ماتشنج تيست حاجات هتقولها كده جاست نتسلى. الكلر ماتشنج ده اصعب ما يمكن ان انا اقول مثلا التي شيرت بتاع اتنين زوجاتك دول زي بعض بالظبط ولا في اختلاف. صعب الكلر ماتشنج فلازم يبقى اجينست لايت. ذيس واي معامل في كل الدنيا ازاز يمين وازاز شمال. يعني تقول برضه لو كان ده التجربه بتاعتك في الاستيشن هتشوف ازاي الكلر ماتشنج لازم الهاند الارم اوت ستريتش ولازم تروح لحد الازاز وتقطعها على الازاز يبقى جنس الازاز فوق جامد جدا لازم الجرادي اللي هو التدريب ده ما يبقاش قصادك يبقى ورا لان ده هيعوق الكلر ماتشنج يبقى لصعوبه الكلر ماتشنج لازم ايدك تبقى ايه؟ مفروض ولازم اجنس ايه؟ لايت ولازم التدريب ما يبقاش قدام يبقى التدريب ورا عشان هو هيعوق الكلام وانت بتاخد كله كلام مش هتعمل حاجه وانت بتاخد عينه تراعي الاجي ما تاخدش اير بابل لك لو خدت اير بابل يبقى ده هيقلل كميه الهيموجلوبين يبقى ده هتطلع ايه قليله ما تعصرش لانك لو عصرت اللي طالع ده مش دم ده مش فلويد ميه برضه هيخفف القرايه يعني ما يصحش الدم يبقى عليه لا هواء اير بابلز ولا عليه ميه فيش فلويد والا القرايه هتطلع ايه؟ قليله. ده البريكوشنز هتبقى حافظها صم عارفها هتعملها كاتبها لك بطريقه لطيفه اهو. البريكوشنز نو اير بابلز نو سكويزنج اوف تيشو دول يعملوا ايه دول؟ يدوك فولس لو ريزالتس. كلين ذا تيب لازم انك انت بعد ما تاخد العينه تنشف التيب. ان لو العينه فيها نقطه دم هنا زياده دي مش محسوبه هتديك فولس هاي ريزلتس يعني لازم الدم جوه بس مفيش دم عالق عليها من بره ده مش محسوب لازم يتنشف والا ما خدت يمكن معقد لازم هتدي فولس هاي ايه ريزلت ولازم قلنا التدريج يبقى مش قصاد وطبعا اهم حاجه في تصور انك انت بس ما بتعملش انك لازم تسترلايز صباعك عشان خاطر ما يجيلكش انفكشن في نوعين من الانابيب دلوقتي. انا عامل لك رسومات على فكره، يعني في 11 12 ورقه رسم رسومات جميله جدا. يعني هات الرسمه بتاعت اول صفحه واحد. فانت في نوعين من التدريج. في تدريج بالجرامات. يبقى كده ده احنا بنحسب كونتنت. الميل بيبقى الطبيعي بتاعه 16 جرام بير سنتي. خلاص ممكن يبقى الناحيه الثانيه في تدريج بيرسنت يبقى في الحاله دي هيبقى ازاي؟ ال 16 جرام دي تبقى 100% لو حضرتك ميل يبقى ال 16 جرام تعادل 100% طب مين شاطر؟ عن 8 جرام تتوقع الناحيه الثانيه يبقى مكتوب كام؟ 50% يبقى ممكن نقراها بطريقتين يا نقرا كونتنت يا نقرا ايه؟ كونسنتريشن عشان كده انا اعترضت على الزملاء المعيدين اللي بيكتبوا عنوان السؤال ده الجهاز اللي بيعين هيموجلوبين كونتنت لا ممكن يعين هيموجلوبين كونتنت وممكن يعين هيموجلوبين كونسنتريشن صح
لازم يبقى في انبوبه ثانيه للفيميل، ما ينفعش الاثنين يبقوا زي بعض. ليه؟ تعالى نفرق، لان احنا عندنا في الفيميل النورمال بتاع 14 جرام، يبقى لو دي انبوبه في نايل تبقى ال 14 هي اللي قصادها مكتوب كام؟ 100%. وعاملها لك في الرسمه الثانيه لطيفه، ان اقترحت لك ان ده لو انبوبه ميل وده لو كانت انبوبه فيميل. معايا؟ تبقى فاهم. يبقى في كام طريقه الانابيب مدرجه بكام طريقه؟ بطريقتين، كونتنت اند كونسنتريشن. وفهمت ليه لازم يبقى في انبوبه للفيميل وانبوبه للميل؟ ان ال 100% عند الميل 16 جرام، ال 100% عند الفيميل 14 جرام. هو ضرب، بص وريني يا محمد، هو ضرب. لا ما تفتحليش حاجه، الدنيا مش حر الامانه. الدنيا معقوله، الناس هتهدى شويه، اوقات بره كل شويه، انما على بالليل لما هنبقى قاعدين مع بعض هتبقى عظيم بطاطس. يبقى قلنا الابريتس، قلنا البرنسبل، قلنا الستبس، قلنا البريكوشنز. حلو النظام قوي، عامل لك كل حاجه نقطه عشان ما تتوهش. نيجي الكويشنز، دي اهم جزء بقى، ان ال 50 نمره والحاجات دي ده كله، وهي اساسا حاجه الكويشنز اهم حاجه. عندي كام سؤال مع شط واستعشت نظام؟ كام سؤال هنا؟ 11 سؤال في القصه. السؤال الاول، ماذا يفعل؟ ما هو وظيفه الاتش سي ال؟ حاجتين، بيفتح الار بي سيز، بيعمل هيموليسيس في الار بي سيز، يطلع منها الهيموجلوبين. خلاص؟ وبعدين يتفاعل مع الهيموجلوبين عشان يدي اسيد هيماتين. ده السؤال الاول. طب السؤال الثاني، هل يمكن نستخدم نيتريك اسيد او سلفوريك اسيد؟ الاجابه لا. الاسيد هيماتين ده بينتج مع ال اتش سي ال بس. السؤال الثالث، نورمال فاليو الميل 16 ملي جرام ولا جرام؟ جرام. والفيميل 14. برضه ليه الاوائل يا شباب ما ينفعش تكتب كده؟ بقى بزعل برضه بعض المذكرات لزملاء المعيدين الازهر، لازم تتقال بلس اور ماينس 2.5. يعني انت من حقك تتحرك 2.5 حوالين الرقم ده وتبقى طبيعي. يبقى ما اقدرش اقول ان عندك انيميا غير لو كنت تحت 13.5 لو كنت ميل. طب والفيميل اساسا 14 تنقص 2.5، يبقى لازم عشان اقول عندها انيميا تبقى تحت كام؟ تبقى تحت 11.5. يبقى الاوائل لهم اجابات متفرده متميزه، مش اي رقم نحفظه. يبقى لازم نقول الاجابه كده، النورمال كام؟ هما يقولوا 16 جرام، انتوا 16 جرام بلس اور ماينس 2.5. اذا كان ميل 14 جرام بلس اور ماينس 2.5 لو كنت في ميل. ومره ثانيه الجهاز بيقيس ايه؟ مش هيموجلوبين، كونتنت. ما عشان ما تسعش بالدقه بقى. يعني كونتنت يا اما كونسنتريشن. السؤال الرابع، ليه الميل عنده اكتر؟ لان عنده هرمون الاندروجين، الهرمون الذكري اللي بيزود الريتروبوليتين هرمون. اقلب الصفحات اللي فاضله، رحله ال 1000 ميل تبدا بصفحه. خلصت الصفحه الحمد لله. لا، اي رقم لحد 13.5 هيز نورمال. صغير بقى، ده اللي ما يعرفوش الباقيين. ولاد معجبين صغيرين ما يعرفوش الكلام. مش تحت، مش لازم 16. انا لحد ادام انا 13.5 او زي الفل، لازم انقص عن 13.5 عشان يبقى عندي هدية. يعني هم يقولوا لنا طبعا ده نورمال. لا، ما انتوا عرفتوا انت تقول نورمال، ان الميل النورمال بتاعه 16، لكن من حقه براح يتحرك فيه كام؟ 2.5 ناقص او 2.5 زياده. لا كده انيميا ولا كده بولي فايسيم، لازم يزيد عن الرقم المعني 2.5. واضحه؟ طيب نكمل بقى يا شباب. الهيموجلوبين كونسنتريشن، بصوا زي ما هقعد اقولها 100 مره، اي ام ذا ريفرنس، مش اي حد اخر. وعلى فكره كل الزملاء اللي هيمتحنوكوا بيثقوا في العدل تماما. ايه؟ يا بابا ده لان هم هنا ما فيش مخ، في حاجه ثانيه ما فيش. اي ام ذا ريفرنس، اللي هيمتحنوكوا اساتذه افاضل، دي تراست جدا وحافظين كلامي كويس قوي.
وحتى بيبقوا استولش كده بالكلمة دي. ده كلام بدقة. معاني؟ عاوز اقول لكم حاجة ان الكتاب القسم من زمان مش من دلوقتي. موسكي بيزد على الكلام اللي كنت بقوله. مش العكس. يعني انا بقوله بقى كتاب في الآن. صحيح بتغير من رئيس قسم ورئيس قسم وقولش لا كل واحد عنده شخصيته وعنده معلومات. وعندي اثباتات هقولها دلوقتي ان مثلا في غلطه غلطها لمعيد لحد دلوقتي محتفظين بيها. هي غلط هقولها في اوانيها ومعاها المذكره بتاعتي من ثلاث سنين. فما اقول لكم بعيد بصوص انتوا مش اطفال انتوا كان تراست الكلام اللي اتقال ده شكله هو الصح ولا شكله غلط؟ هل يعقل ان لازم ابقى 16 جرام بالظبط؟ في حاجه في الدنيا ملهاش رينج؟ ده لما تدخل بوليتاسيم ده غلط. 17 جرام بوليتاسيم ده خطا. هما يحسبوها بقى يعني. طب 100 لازم من حقي كام؟ 2.5 عشان ابقى انيميا او بوليتاسيم. ما تقلقوش يا الخرطه يعني زي ما بقول لكم. في ناس متصوره بالمعيدين هما بقى بتوع العمل هما اللي فاهمين عمل. بالامانه هما لا فاهمين لا نظري ولا عمل. لا ده ولا لا بص احنا مش هنقعد صح بقى بص I'm here and I'm always here 16 تزيد او تنقص عن هذا الرقم 2.5 انت نور في الفيميل 14 تزيد او تنقص عن هذا الرقم 2.5 فهي نور مين ما يا صار يا فزوره يا فين عبد الملك وكتاب احسن؟ ايه الكلام ده؟ يلا يا شباب بصوا لا لو اتكلمنا كده مش هنخلص لان الحصه يعني انا عاوز اقول كل حاجه في دماغي واحب النظام فانتوا تسكتوا وتتلقوا بس. قلت له بعد كده عاوز اسال سؤال يسالني سؤال لان انا شرحي طول عمره بسيط جدا واضح جدا سو كلير عمري ما لخبطت حد ان شاء الله. سؤال خامس في النيولي بور بيبقى النيتريك هيموجلوبين اعلى ليه؟ لانه بيبقى الاكسجين ناقص جوه الام طبعا هم بيتنفس الرئه بياخد بلاد من الام اساسا بقى في هايبوكس ولا هايبوكس اللي بيزود الريتوبيتين الريتوبيتين ده بيزود الار بي سيز تمام؟ فعنده ريلاتيف هايبوكس. نيجي بقى ايه اسباب نقص وزياده الهيموجلوبين؟ نلاقي برضو الاطفال المعيدين يقولوا الاتي يقول لك اللي يزود الهيموجلوبين بوليفيسيمي واللي نقص انيميا دي نص الاجابه. الموضوع نسبه وتناسب. امتى الهيموجلوبين يزيد؟ الدم ده عباره عن ار بي سيز وبلازما اهي. بص في انا عاوزين انا محضر الله يخرب بيوم. طيب اهو ايه اللي يزود الهيموجلوبين؟ يا اما الار بي سيز تزيد او الميه تقل دي هيدريشن خلاص او العكس. ايه اللي يخليها تقل؟ ان انا عندي انيميا الار بي سيز قلت او ثابته اهي الميه زادت عندي اوفر هايدريشن. يبقى دي تغيرات فسيولوجيه يعني مش شرط ان الرقم كبير رقم قليل يبقى مريض. شارب ميه كتير هيبقى رقم قليل. صايم بقى لي 12 14 ساعه صايم في رمضان مثلا هتلاقي الرقم لازم هيحصل له ايه؟ هيزيد لان مفيش ميه. لا كده ابنور ولا كده ابنور. عشان كده انا حتى حطيت دي التغيرات الايه بقى الفسيولوجي خلاص اسف الباثولوجي اللي هي الانيميا والدي هيدريشن. نيجي بقى في تغيرات فسيولوجيه. قلنا الانفنت نورمالي عنده الار بي سيز اب والاولد ايج نورمالي عنده اقل. ده ما بقولش انه مريض هو كبير في السن غير ما هيبقى نيولي بورن. فانكشنز اوف هيموجلوبين السؤال السابع الهيموجلوبين بيشيل الاكسجين والايه والكربون دايكسايد. زي ما قلنا يا شباب اي بروتين في جسمك بيشتغل كبافر. كل البروتينات في جسمك بتشتغل كبافر. هو بيشتغل كبافر احسن من البلازما بروتين 6 مرات لسببين. كميته الضعف. البلازما بروتين 7 جرام الهيموجلوبين 14 او 16 يعني تقريبا الضعف. طب ده ما فصل 6 مرات. لا الكواليتي مش بس كوانتي. ان الهيستيدين ريزيديو عنده في 38 برانش ممكن تتعامل مع الاسيدز فيبقى كويس. هو السببين خلاص عشان اكتر وعشان الهيستيدين ريزيديو دي قلناها في النظريه. بلاد انديسز ده بقى هيجي لك مسائل. ده
بس تبقى عارفها كويس قوي. ازاي احنا بنشخص الانيميا يا شباب؟ دوني الناس اللي بره شفتوا جايبين ايه؟ حاجه حلوه قوي. ايوه انت فاشل في مصر حاجات بس انت بتوحشني يعني هي لذيذ على فكره. بس هو صعب لحد ربنا يخليكم ليا يا اخويا ربنا. طيب بصوا يا شباب، قلنا ازاي بنشخص الانيميا؟ يعني الانيميا بنقسمها لثلاث انواع حسب حق الكره. لو الكره كبيره تبقى ماكرو، صغيره تبقى مايكرو، طبيعيه تبقى نورم. تمام؟ اول نقطه بتغلطوها، طب النورم سيتيك نورم كرومي يبقى عدد الار بي سي جيومتري هو من عنده ايه؟ جاي هو الكره الطبيعيه الواحده شكلها طبيعي لكن عددهم ككل قليل، كميه الهوجيوم ككل قليله، فمش عاوز عضل. دي غلطه مشهوره في النورموسيتيك نورموكروميك انيميا، الار بي سي كاونت والهيموجلوبين بيرسنت بلو نورمال. كل انواع الانيميا الثلاثه يشتركوا في ايه؟ في ان الار بي سي كاونت والهيموجلوبين كونتين بلو نورمال. جميل. حسب بقى شكل الوحده، صغيره تبقى مايكروسيتيك هايبوكروميك، كبيره هتبقى ماكروسيتيك كملوها نورموكروميك. وبعدين في نورموسيتيك نورموكروميك. بنعرفها ازاي دي؟ قلنا بنغني مين مين مين، نشوف المين بروباسترا. اهم حاجه البوليو ده اهم واحد فيه. قلت في المسائل دي انت انسى كلمه مين كومباستو. مين كومباستو يعني متوسط الكره، متوسط حجم الكره. ازاي نجيب حجم يا شباب؟ قلت بنقسم حجمهم كلهم مع بعض اللي هو اللي ما في بالي مع بعض، اللي هي حتى ليها اسم احلى اللي ما في بالي اسمها باك، يعني مع بعض باك سيل فوليوم. باك سيل فوليوم على عدد على الار بي سيز كام يطلع لك حجم الواحد. وقلنا بقى مش هضيع وقت هنا دلوقتي، للتعديل بنضرب في كام؟ في 10. طيب تاني مساله اللي هي المين كورباسكولار هيموجلوبين. قلت اول حاجه هتشطبها كلمه ايه؟ مين كورباسكولار. يبقى انت عاوز الهيموجلوبين اللي في الواحد، تبقى تعمل ايه؟ تقسم الهيموجلوبين كله على عدده وللتعديل برضه تضرب في 10. تالت مسألة اسمها مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. اقسم تشيل دي، يبقى هو عاوز الهيموجلوبين كونسنتريشن. التركيز عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن كمية في حجم. ما ينفعش اقول لك ازازة البيبسي دي تركيز مادة البيبسي قد كده، لازم اقول لك قد كده في حجم ايه؟ ده عملية ملهاش دعوة بالطب. التركيز طول عمره عبارة عن ايه؟ في ابسط صورة كمية حجم. يبقى نقسم الكميه الهيموجلوبين على الحجم اللي هو التاكسل بوليمر الكبير. وهنا احنا بقى بنضرب في 100، دي مش تعديل، احنا بنحسب التركيز في كل 100 سم. دي 100 دي مش تعديل، 10 دي ودي تعديل حسابات، انما ال 100 دي ليست بتعديل حسابات. وقلت الطريقه سهله حفظتها لاجيال، لما تشطب المين كورباسكولار لو بقى حرف واحد تضرب في سيف واحد 10، اتبقى حرفين تضرب في سبرين. سهلة ولا صعبة؟ وتحفظ المسائل دي. صم النورمال ستاندرد قد ايه؟ اقل منها تبقى قليلة، اكتر من النورمال تبقى اكتر. ويذين ذا رينج، ويذين ذا رينج معايا من 80 ل 95 ده الحاجة. اي حاجة ما بين 80 ل 95 ده هيبقى نورمال، نورمال كروب. يعني من 80 95 كيوبيك مايكرو ابقى نورمال. عشان ابقى مايكرو لازم ابقى اقل من 80، عشان ابقى ماكرو لازم ابقى اكبر من 95. لكن في رينج، في الدنيا كلها في رينج. فاشمعنى في الهيموجلوبين مش هيبقى في رينج؟ هنا في رينج وهناك لا، في اي حاجه في الدنيا في رينج. زي ما بنقول لما نيجي لتجارب السيركوليشن، الهارت ريت نورمالي من 60 ل 100. طب 100 لا، 99 لا، اتفقنا مع بعض، مفيش تاكيكاردا غير فوق 100، مفيش براديكاردا غير تحت
60 انما الواحد يقول لي انا 95 انا سريع الهارت ريت انت شايف روحك سريع احنا شايفينك طبيعي هناك في الدنيا رينج تبقى عارف هذا الكلام طيب قلنا في جميع انواع الانيميا ايه الثابت ما بينهم ان كلهم دي غلطه ما بحبش حد يغلطها الار سي سكاوت واللي هم بالكونسنتريشن بلون نورمال في الثلاث انواع في الثلاث انواع تبقى عارف طيب واعمل لك جدول بقى ايه الفرق ما بينهم وكل واحده بتاعهم انا بس عاوز اشرح دي دي صعبه شويه دي بنقول مايكروسيتيك هايبوتروم يعني حجم الكرة شرحتها قلل النص يبقى صغيرة عارف لو الهيموجلوبين قلل النص كان يبقى مواكب لحجم الكرة يعني حجمها النص وتحتوي النص يبقى ده طبيعي النص يحتوي النص ما كانتش بقت هايبوتروبيا بديك مثال طفولي هنا الحجم نزل للنص لكن الهيموجلوبين نزل للربع فستيل بالاضافه انها صغيره ستيل ما عندهاش الكميه المناسبه لهذا الحجم الصغير عندها اقل فعشان كده يسموها مايكروسيتيك هايبو كرونيك انما هنا في الماكرو دي الحجم زاد للضعف خلاص زاد للضعف لكن الهيموجلوبين جواها زاد للضعف زايد بس مواكب للحجم عشان كده قلنا مايكروسيتيك نورمال كرونيك اي هوب ام كلير اند ذن اولويز وعاوز اقول لك بقى دي كانت من احد الاخطاء اللي قعدوا يغلطوا فيها مليون سنه لحد ما صلحناها لهم. كانوا تملي كده في عبط وعندي كل حاجه دلائل العبط عندي كل حاجه محتفظ بالتنسي اللي فات. كان يقول لك دي مايكرو هايبو ودي ماكرو هايبر. الظاهر بقى سموها واستوعبوها كويس. ان هنا نزلت للنص بس اللي ممكن نزل ليه؟ فستيل اقل لو نزل للنص كان بقت مواكب ليه. هنا زادت للضعف لكن المجرم زاد وكمان ليه؟ ضعف. فاهم حاجه؟ في جميع الانواع ما بزهقش كاتب لك جنبها مهم جدا في الثلاث انواع في النورموسيتيك نورموكرومك ايه رايك؟ عدد الار بي سيز قليل وكميه الهيموجلوبين ولا مش قليل؟ الواحده طبيعيه الواحده طبيعيه. طيب نيجي السؤال التاسع جزء انيميا ده سؤال بس ايه بقى انت بتراجع منشط كبير في النظر انا ما بسيبكش تروح للنظر يعني ما بختصرش بقى مش مهم قوي المذكره يطلع عدد صفحات قليل المهم انها تبقى ساتسفاكتوري كل حاجه موجوده فيها يعني انا متصور تطلع حاجه ب 30 صفحه قريبه ل 40 بس كل حاجه مش هترجع لحاجه ثانيه تبقى دي فقط ومفيش سؤال بره منشط وعلى فكره مفيش حدود للاسئله فانا اينو الكلام ده يعني هم ما يقعد فكر مع حافظ كتاب العمل بالظبط في اي سطر زياده مش هيسال فيه هيساله لك وينقصك عليه خالص انا مش خايف فعشان كده انا كتبت كميه الساتسفاكتور قلنا الاسباب بقى الدنيا سبع عجائب الانيميا سبع اسباب دول ليهم سببين المايكروسيتيك هايبوكرونيك ليها سببين انا قلت طريقة سهلة هي ليه الكرة الصغيرة كرة القدم منفوخة ايه؟ هوا كرة الدم منفوخة هيموجلوبين يبقى 100% الهيموجلوبين ناقص معرفش ليه الزملاء كلهم مركزين ان الحياة ناقص الهيم ناقص ده اهم سبب معناش لكن ممكن الجلوبين هو اللي يبقى ناقص مش الحديد زي في مرض التلاسيميا عشان كده المايكروسيتيك هايبوكروميك الاقي كل الزملاء الاصغر سنا كاتبين السبب اير ديفيشنسي. اجابه خاطئه. هي الاجابه الاهم ما بقولش حاجه ما بقولش زي بعض. بس في حاجه اسمها اجابه كامله واجابه ناقصه. سبب المايكروسيتيك هايبوكروميك يا نقص الهيموجلوبين اير ديفيشنسي يا اما نقص الجلوبين اللي هو ثلاسيميا. لما حفظتها لكم ثلاسيميا اللي هو بتاعت البحر قلت لكم كلمه ثلاسي على بعض. الناس اللي حوالين البحر الابيض المتوسط عندهم ديفكت في الجين اللي بيصنع الجلوبين. حتى لذيذة جي مع جي ديفكت في الجين اللي بيصنع ايه؟ الناس اللي هم في شمال افريقيا اللي واقع على رحله وفي جنوب اوروبا عشان كده سموا المرض ثلاسيميا. نيجي نقص الحديد برضه قلت لك الليسته كامله. الحديد يعني اعتبره ماده خام. يا اما السبلاي قليل يا ريكوايرمنتس كتير. لا
التشكيل مش دعوه بالطب. ايه اللي نقص الحديد في السوق؟ يا السبلاي قليل يا اما الاحتياج كتير. طب السبلاي قليل يا اما الانتاج قليل يا الابزوربشن قليل. الانتاج الاقي كل الناس مركزه في حاجه واحده اللي هو الانفنت. ممكن يبقى فيه مال نيوتريشن، ممكن يبقى فيه ستارفيشن. ليه نكتب انفنت بس؟ انفنت مال نيوتريشن ستارفيشن كل دي اسباب. وخلصت بطريقه جميله كعاده الاعتدال. كل لسته في الحديد فيها ثلاثه اقرا كده وقايل لك خد بالك كل واحده فيها ثلاثه. يعني ايه نقص الانتاج؟ يا انفنت يا مال نيوتريشن يا ستارفيشن. طب نقص الابزوربشن مفيش اتس ال وفيتامين سي اللي هو مهم للامتصاص. مين بيدوب الحديد؟ اتس ال. ومين يختزل الفرك لفرس؟ فيتامين سي. ادي سبب. او هو بيمتص من ايه؟ من اعلى حته في السكور تيست اللي هو الدودن عشان لسه الاتس ال بخير بيدوب الحديد. في مرض في الدودن او في حاجات باكلها مع الحديد ترسبه. اشهر ثلاث حاجات فوسفيت اوكزاليت ان اوكزاليت فوسفيت وفيتيت اللي هو موجود في السيريالز اللي بتاكلوه السيريالز عيبه انه بينقص الحديد. خلاص؟ هتلاقي كل لسته فيها ثلاثه. طب هنا الاحتياج كتير يا اما احتياج فيسيولوجي. الانسان في ثلاث مراحل في عمره بيحتاج حاجات كتير. لما بيبلغ بسرعه وهو ينفد بيضعف وزنه اربع مرات في اول سنه. لما يبلغ اللي هو تشايلد عمال ينمو او في الستات ليه الارب فيجن سائلة اكتر في الستات في الريبرودكتيف بيريود عندهم منستريشن وعندهم بريجنس وعندهم لاكتيشن كل ده عاوز حديد. او لسه كرونيك بلاد لوس حاجه باثولوجيك قرحه بتنزل بايتس او كريستو حتى ما تكونش كبيره خالص. ليه اهم سبب في مصر؟ بنقطه من بره اهم سبب في مصر الكريستو. ايوه الليسته كلها فيها تريتات. ليست يعني انا ما كتبتش مذكرتي مختارات للاجابه الصحيحه زي ما الباقي عمل. انا كتبت الاجابه الصحيحه مش مختارات. مش يعني يقول حاجه في السؤال لا عنديش كده. تقول اللي المفروض يتقال. خلاص اطول شويه بعتذر بس يبقى كونفيدنت هتفيدك مش بس في العمل وفي النظر ده داخل نظري بعد كده. وستيل العمل النظري عليه 70 نمره يعني مش نمره قليله احنا بعد كده 125 نمره ما فرقتش كتير 70 من 125. فاعذروني انها طويله شويه لو متاسف بس كعادتي يعني لم ارى عيبا في عيوب الناس كنقص القادرين على كمان. صح؟ يعني اكتر عارف لما يبقى واحد مستوى بسيط وبيحاول اخد انسان زي الفل انما واحد يقدر يبقى جينيوس لو حضراتكم ويداوب اقل دي تغزني قوي. فانا متاسف انه في معلومات اخرى. مع ان انت لازم مقتنع ان ده لازم يتكتب مش اي معلومات اخرى دكتور. دي الاجابات مش اشباه الاجابات. نيجي الماكرو سيتيك هي ليه كبيره؟ قلنا عشان ما حصلش دي فيجن. ليه؟ عشان ما فيش دي ان ايه. ليه؟ عشان ما فيش دي 12 او فوليك اسيد. طب نمسك ايه اللي ناقص البي 12؟ ناخدها قصه رباعيه في الاشواط. ما فيش اكسترنسك واحد بيشتكي. ما فيش انترنسك او في ديزيزز في اللور ايه وبنكرياتيك تريبس المهم هنا او ليبر ديزيز. ما بعرفش اكتب اثنين منهم يعني بس انا لما الاقي الشباب الصغيرين يبتدك اثنين منهم يا بابا هي اربع اجابات يعني ازاي اكتب اثنين؟ ازاي طالب عاوز يطلع الاول تكتب اثنين يعني؟ يا نقص اكسترنسك يا نقص انترنسك يا ديزيز في اللور ايليا ما ديزيز فيل وفي اللور ايليا لازم تقول البنكرياتيك تريبس. الاجابه الكامله الصحيحه. طب ايه سبب نقص الفوليك اسيد؟ يقول لك نقص الانتاج. نقص الانتاج ازاي؟ لازم اكل هيتد فيجيتابلز يبقى الحاجات اللي باكلها متسخنه. لو كلت سلطه خضراء زي الفول مليانه فوليك اسيد. انما لو طبخت البتاع ده باميه بقى كوسه خلاص ما فيهوش فوليك اسيد انك هيتد يبقى ده امتى ينقص؟ او الابزوربشن ينقص امتى؟ المرض في الجيجن عشان هو بيمتص من الجيجن. او بريجننسي في احتياج جامد للفوليك اسيد. عشان كده قلت لكم في متابعة الحملة حاجة واحدة بس وقتها في كل مرة أستاذ عيد في حلقة في التلفزيون حتى مع الدكتورة إن أهم حاجة في البريجنس ست تاخد فوليك أسيد. ده أونلي سينجل أيتم اللي ما فيش واحد قبل ما
فوليك اسيد. ثم البيت السرطان دراجز انهي دراجز؟ ما اجلسوا الرام في لازم اقول انتي فوليك. هو اي دراج اي كيمو ثيرابي لها فعل ضد الفوليك. هذه هي ليست اشباه اجابات وانما اجابات. وبعتذر المذكره طويله شويه لكن لا تحتوي اشباه الاجابات، تحتوي الاجابات. يا غدر بس يبدو الصفحه الفاضله. اسباب النورمو سيتيك نورمو كروميك ثلاثه، يبقى دول اثنين ودول اثنين دول ثلاثه. ايه اللي ينقص الار سي شكلهم طبيعي بس ناقصين؟ يا اما ما بيتقلوش يا بيفقد ما يتعملوش ابلاستيك عينين بسبب اريديشن، بسبب تيومرز باوز بومر. ما رضيتش اكتب هنا اهم سبب على الاطلاق اللي هم مش هيستوعبوه. ان اهم سبب انه لا يوجد سبب معروف، فجاه البومر من غير اي حاجه بطل يشتغل. بس هكتبها دي مش هيفهمها فما رضيتش اكتبها، بس اقولها لكم كده. اهم سبب ابلاستيك عينين في الدنيا انه لا سبب، مفيش سبب، مش عارفين او مش ده سبب مش عارفينه ليه. ده الفكره. او تفقد، تفقد بره الجسم تكتبها صح، مش هيموريج اكيوت هيموريج لدرجه اضطريت افتح قوس عشان افهمك. لان الكرونيك بلاد لوس لسه قايلينه فوق في الاير ديفيشنس ده يدي مايك، مش اي بلاد لوس يدي نورم. ده الاكيوت ان انا نزلت اللاك ما زال الاير ديفيشنس زي ما هم، هو يعني اتغيروا في الساعه دي انا من نص ساعه نزلت اللاك. اللي باقي اعدادهم قليل بس شكلهم ايه؟ طبيعي. انما لو عندي كرونيك بلاد لوس هيضطر الجسم يعمل ار سي اصغر حجما وافضل في المبنى. اكيوت اكيوت مش كرونيك. ثم هيموليتيك الين. ايه اسباب الهيموليتيك؟ الاقي برضه ناس تكتب ايه؟ اسباب الايه؟ الانترا كورباسكر، وبعض المعلمين يكتبوا اسباب الاكسترا كورباسكر. لازم نكتب الاثنين. ايه الحاجه اللي جوه الكره اللي تخليها تنفجر؟ يا خلل في الممبرين شكلها مدور في اي شويه ميه تاخدهم تفقع، لو كان بايكون كيف كانت اتدورت. او ديفكت في الهيموجلين سيكل سيل انيميا، او ديفكت في الانزيم جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز اللي هو اي ميه بتدخل بيطردها. مفيش الانزيم ده ميه تدخل مش هتقدر تفقع. ده خلل في الكره نفسها. ممكن خلل احنا زي الفل كراتنا كلنا زي الفل معندناش ولا واحده، بس ممكن حاجه من بره اتكسرت كتبناها بطريقه حلوه. اي بي سي دي ايه؟ انتي بودز هتبتدي دم غلط، بي بكتيريا توكسيكس، سي كيميكال بويزن زي السنيل فينا، دي في بعض الدراجز فعلا الحاجات دي. ده الاجابه الصحيحه. وبعتذر وهقعد اعتذر كل حصه على ان المذكره تقارب ال 40 ورقه تحتوي اجابات. اقلب الصفحات من فضلك او احنا صف الثلاثه او هنا causes of polyphasemia. السؤال العاشر، واظن انت ملاحظ حتى من الثقه ان انا بقول لك عدد الاسئله في كل مره، يعني مش بقول لك هنجاوب شويه حاجات في الموضوع. دي الاسئله قبل ما ابتدي اقول هنا في 11 سؤال التجاوب في البلاد 6 تجاوب. لان طبعا حاطط ميلينج تايم مع كوبريشن تجربه واحده انهم مرتبطين ببعض ما اقدرش اعملهم تجربتين. مش هقول لك لا هم سبعه، سبعه فصلنا ميلينج على كوبريشن ما اقدرش اعملها تو جاستس. ايه الاسباب البوليثريسيميا؟ البوليثريسيميا او مثلا ليه اقول لك العدد من 6 ل 8 مش العدد فوق 5، مع ان احنا عندنا 5 والبنات عندهم 4 8 من 10، لازم فوق 6 عشان نكون بوليثريسيميا. يا اما حاجه فسيولوجيه ان فيها البوكس خلاص زي في الالتيتود، او حاجه باثولوجيه ان في ورم في البون مارو. اشهر اورام بتبقى في كرات الدم البيضاء، يقول لك سرطان كرات الدم البيضاء لوكيميا. انما نادر بس يحدث البوليثريسيميا فيرا اللي هو البرايمري بوليثريسيميا. ممكن تكتب لي تحتيها بوليثريسيميا فيرا يا صاحبي، قلت لكم فيرا ليه؟ لان عندي بنوم برايمري يسموها بوليثريسيميا فيروس. عاوز تعرف معلومه قلت لي له مؤخرا لانه عنده هوجن ما بيستخدموش، الجيوش لونه ازرق والجلد لونه اصفر، اصفر على ازرق يبقى اللون اخضر. وقلت حتى عرفنا سر الراجل الاخضر يبقى عنده بوليثريسيميا فيروس برايمري بوليثريسيميا. لازم عاوز تعرف نفسك الوجاهه الاجتماعيه.
تيومر بيسموها بوليثيسيميا. ده السؤال الاخير في التجربه الاولى الاوكسجين كارينج كاباسيتي اوف بلاد، كل جرام هيموجلوبين بيشيل سنتي وطول اوكسجين، يبقى لو عندي 15 جرام في سنتي وطول يعني 4 على 3، 3 مع 15 تبقى 5، 5 في 4 تبقى 20. يجيب لك ايه رقم احسبها، ده المعدل. التجربه الثانيه انتصار الاول بالسيل عشان ايوه صار هي البيرة، البيرة هي البرايمري البرايمري بوليثيسيميا. دي اسمها بوليثيسيميا. تحط كده بص عشان ما تكتبيش كتير، حط العلامتين دول تحت في فيها كلمه بوليثيسيميا، يبقى حط تحتيها دول يبقى بوليثيسيميا وكمليها بيرة. حلو كده. طيب والنفس كده الواجهه الاجتماعيه صح، وانت تسكت خالص يعني لا تعقيد اوعى النفس. لا يجي لك واحد عنده 10 جرام هيموجلوبين يقدر يشيل كم سنتي اوكسجين؟ 10 في 1 تلت يبقى 10 في 4 على 3 احسبوها ب 40 على 3 تطلع او تبقى 10 يعني احسبها بس اقرب شويه يعني. مش لازم تبقى تسمع الكلام بالتهريب يعني. سرعة التقسيم ريسايتس انديشن ريت باي ديفينيشن برضو علمتكم حاجة في الناس اللي بيحضروا معايا نظري، ان هو في يعني شرط مهم جدا في كل تعريف فور تراكتس سرعة التقسيم هو الديستانس سيديمنت، دي اهم كلمة، المسافة اللي هتهبطها الارسيس الديستانس سيديمنت الديستانس سيديمنت. مين اللي هالسيديمنت؟ RBCs. المكان vertical capillary tube دي أنبوبة شعرية من جوه، ولازم تبقى vertical كده غلط، لازم تبقى vertical. طب والزمان؟ بعد ساعة وساعتين. يبقى حتى قلت definition بطريقة متميزة. ما هو تعريف سرعة التقسيم؟ The distance dimension. The distance dimension. هتطلع بنذاكر مع بعض. طب هو دي النقطة المهمة. Distance dimension. Distance dimension. مين لها سيديمنت؟ RBCs. المكان تقول مظبوط مش كابيلر تيوب، فيرتيكال فيرتيكال لازم ابقى ما ينفعش احطها في الحامل كده، لازم دي مع اللي فوقيها كده ما احطهاش كده، كده مش بات كده مش بات، لازم ابقى بعد ساعه وبعد ساعتين. وطبعا ما لا اعلام الزملاء ان ما في ان التعريف ده اتغير في الدنيا بقى بعد ساعه بس، ما حدش بيقول بعد ساعتين خلاص غيروا التعريف، بس لما يوصلهم اديهم 10 سنين كمان فتقول لهم بعد ساعه بعد ساعتين. لا يوجد هذا الكلام في العروض، ولا لو قلته هيروح بره، ده الراجل ده يعني مش في الدنيا. خلاص؟ طيب فهي بعد ساعه بس الجديد، بس ده لنفسك مش ليهم مش ليهم مش ليهم. البرنسبل الرولوف فورميشن ان الار بي سيز بتستاج، يعني زي الكراسي دي، شايف كراسي دي يسموهم ستاجنج، يعني داخله ببعض، ده في الانجليزيه ستاجنج. بقول لك ستاك تشيف يعني تشيف فوق في بعض، هو ده بالظبط التعريف. ار بي سيز رجلوا فوق بعض فهبط، ده الرولو فورميشن. الستبس عندي ثلاث مراحل. اول حاجه في هتلاقي رسمه عاملها رسمه حلوه، هات صفحه واحد او صفحه اثنين في الرسم، كل حاجه رسمها انا بحب الرسم طبعا، وبيع عينيا جامده عشان الناس تعرف يعني. او في اول صفحه بقى اول ستيب يا شباب اجيب تيست تيوب احط فيها 2 سنتي، ده لازم على نص سنتي انتي كوجولانت، يعني اهم حاجه هنا النسبه بنسبه 4 الى 1، لو غيرت النسبه غيرت النتائج. يعني لو هو عايز يشوفك فاهم ولا لا، طب لو خدت 4 سنتي دم يبقى احط عليهم سنتي، لازم النسبه 4 الى ونسبة الدم الى الانتي كوجولانت عاملها لك في الرسمه 4:1. مين الانتي كوجولانت اللي استخدمه؟ صوديوم سيترين. بيشتغل ازاي؟ بيدي ايونايز الكالسيوم، ما بيرسبش الكالسيوم، بيشيل بس التشارجز. لما قلت لكم كان هو تشارجون في شعره، هو الكالسيوم في التشارجز. يعني الكالسيوم سيترين ده هيبقى دايق مش هيترسب، بس ما فيهوش تشارجز، ما ينفعش.
ستيب 2 هتملى الانبوبه دي اللي هي الويستن جرين تيوب، اسمها ويستن جرين انبوبه كده زي السحاحه بالظبط زي البيبيت، بس فيها فرقين هتجيبها لك في الستيشن، سحاحه ودي الويستن جرين البيبيت. يعني ان التدريج في السحاحه من تحت يعني سنتي 2 3 4 خلاص الصفر تحت، انما احنا هنا الصفر فوق لان احنا عارف سيزن هتبتدي من فوق طه. ده اهم فرق هنا التدريج، الصفر فوق الصفر فوق الصفر فوق السحاحه صفر تحت. يا تاني حاجه تبص فيها كده تلاقي دي بقى الولف دي والتبويف كابيلر تيوب. السحاحه عندنا تاخد ناحيه تاخد سائل، فبالعكس بيبقى الولف دي والتبويف واسع. انما مين اهم فرق؟ خلاص الصفر هنا فوق والا هتاخد صفر، يعني لازم الصفر يبقى فين؟ فوق، اسمها ويستنج جريد. هنجيبها لك على احد الستيشن نقول لك دي سحاحه ولا ويستنج جريد، اتنين زي بعض بالظبط. تبص على الترتيب وما تقعدش بقى تعبط وتتاكد يا فندم بيلخبطوك، مفيش لخبطه ايه؟ مفيش لخبطه. تملاها لحد علامه الصفر اللي فوق وتيجي بعد ساعه بعد ساعتين تشوف الار اف سيز هبطت قد ايه؟ ازاي؟ لما هتهبط هتسيب وراها فلويد بلاي كلير بلازما، انت هتقرا عمود الكلير بلازما، عمود الكلير بلازما دي ستيب 3 اطلب الصفحات من فوق. الساعه الاولانيه لو ميل بيبقى 5، عاوزها بالظبط لو كبينها، بس انا اصلا اعملها كده اكتبها 5 ل 6 مكتوب فوق في صفحه 4 5 ل 6 ملم لو عاوز يعتبر بالظبط، مش 5 5 الى 6. الساعه الثانيه بيكملوا ال 8، مش 8 بعد ال 5، يعني كمان 3 بقوا 8. الفيميل ضعف الاعداد 10 16. انا ليه كده 5 8 انت فاهم؟ عشان يبقى كده سهل. 5 و 8 الفيميل ضعف هذه الاعداد تبقى 10 16 مليمتر. لو في الام اس كيو قدامها سنتيمتر هتاخد صفر مليمتر. التمييز اهم من الرقم، الناس اللي حضروا معايا عارفين الكلام. مليمتر. ما هو الردود؟ هو ستاجنج اب وبارسيز، يعني الارسيز نكبت على بعض زي الكراسي. ليه؟ بسبب البروتين، يبقى في النقطه الفيصل هنا حطيتها لك انا في المربعات اللي بنذاكر مع بعض. بروتين هايبرنجن جرافيتس خلاص زادوا، فدول غيروا الالكتروستاتيك تشارج بتاع الار بي سيز، فبقوش يتنافسوا فركبوا على بعض. كل عمود معمول من 4 ل 10 ار بي سيز، يعني زي الكراسي كده ما اقدرش اركب مليون واحد، من 4 الى 10. وان ستاك كده انا ما حبيتش اعدها لهم اكتر. هل وزنهم زاد؟ امال ايه اللي زاد؟ بس مش هتقولها لهم بقى ان هم دي اتلخبطوا. الدنس كثافه. ايه الفرق بين الوزن والكثافه؟ الكثافه هي الوزن اتسلى شويه اعتبرها فقط معاكم بالنسبه للحجم. يعني حته حديد تفردها تاخد حجم كبير تطفو سفينه. هي نفس السفينه دي تطبقها تحطها في الميه تغطس. مين اللي زاد؟ ما زادش الوزن، زاد ايه؟ الدنس. فالستاجنج ده اذا عاوزها لنفسك ان وات واي بيزود الترسيب بيزود الدنسيتي ليس الويت. بس هتقولهم كده في ناس هتلخبط، فانا في حاجات ما بقولهاش عشان ما نلخبطهمش. مش ما لخبطتوش انتوا، هم بيتلخبطوا. هم عاوزين كده ستاجنج وبتاع، حتى ستاجنج دي ما بيستعملوش هم التعديل ده قوي. يقول لك عادل الشحنات ومش عارف ايه وما بيقوش يتنافروا وبيبوظوا بعض ونزلوا. هو التعليم الصح في الرولوز ستاك ايه؟ لسه اقوله كامله؟ اه التنافر هي بص ربنا يوفقك. السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الار بي سي دي هي اقل واحده 1090 تبقى حافظ الكلام ده في التجربه اللي بعدها. الوايت بلاد سيلز وال بيكتس 1060 البلازما 1030 طبعا مفترض انكم عارفين يعني ايه سبيسيفيك. مين الريفرنس؟ الميه. 1000 جرام ميه يزنوا
1000 جرام يبقى السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الميه 1000. خلاص اعتبرها فقط المعلومات العامه. مين الريفرنس؟ الميه 1000 جرام ميه تزن او 1000 سنتي ميه تزن 1000 جرام، 1000 سنتي تزن 1000 جرام، يبقى السبيسيفيك جرافيتي بتاع الميه 1000. لو خدت 1000 سنتي ار بي سيز هيوزنه 1090. يبقى انت بتقارن بمين؟ بالميه. ان ال 1000 سنتي ميه يزنه 1000 جرام. ده ما تقولهمش الكلام ده، في حاجات بتقول بنتسلى هنا مش كده، ما تكتبش الكلام ده، مش عايزين نلخبط حد، اهم حاجه ما نلخبطش حد. طيب السؤال اللي بعده بقى، يعني في عندنا كام سؤال؟ خمسه. اول سؤال الرلود، ثاني سؤال ستيف جراف، ثالث سؤال ايه اللي يزود وايه اللي ينقص الاستوسايد سبيشال. في حاجات فيسيولوجيكال وفي حاجات باثولوجيكال. على فكره ساعات بيطلب عدد معين، يعني تقول تو كوزز، يعني مش لازم تقول كوزز، تقول ثري مش لازم، بس انا بحب اديك زياده شويه. طبعا ليه في ميل بيبقى سرعه التنصيب عندها اكثر؟ عشان عندها منستريشن تريتمنت. خلاص؟ فده بيزود سرعه التنصيب. عارف ليه طبعا؟ لانه في المنستريشن وفي الفريكونسي الفيميل بتزود الاميونوجلوبولينز. لان في البريجنس خايفه على البيبي بتاعها. فبتزود الاميون جلوبلينز، حتى بتدي له شويه باسيف اميونتي. والجلوبلينز ده هو اللي بيغير الشحنات على الار بي سيز ويخليها تستاج وترفع. ديس واي الفيميل عندها ضعف الاعداد، مش في اي وقت، في ريبرودكتيف بيريو بس. في فتره الحمل والمنستريشن. فده السبب، ما تقولهمش، ما لهمش دعوه، هم الفيميل اكثر وبس. هي كده ربنا خليها كده. انما انت فهمت. كل مره بيجي الحيض عشان ما يحصلش انفكشن لازم تزود الاميونو جلوبلين. في انسجه ميته في البريجننسي خايفه على البيبي بتزود الاميونو جلوبلين. احنا قلنا الجلوبلين زي اهم حاجه هو الفايبرينج سرعه التنصيب. يعني ما تقولش حاجات اعتبرها للفتره المعلومات العامه. في حاجات فيسيولوجيكال وحاجات باثولوجيكال. الحقيقه معظم الامراض بتزود الاميونو جلوبلين فبتزود سرعه التنصيب. انا بس عايز اركز في واحده منهم. اتفضل بص لي. Definitely, definitely. المهم هو الجلوبلينز وده الار بي سيز. لو العيان عنده انيميا الار بي سيز قلت يبقى الجلوبلينز نسبيا هيحصل لها ايه؟ تبقى زايد، تزود سرعه التنصيب. ده التفسير ليه في الانيميا لما الار بي سيز تقل سرعه التنصيب تزيد. لان احنا ما يهمناش انا حاطط لك مربع وانا بذاكر معاك مش حوالين الار بي سيز، المربع كان حوالين الفايبرينجن ويل جلوبين. هما دول بيعملوا سرعه التنصيب، هو نص اللي هو القلم الاسود ده وده الار بي سيز. لو الار بي سيز قلت عندي انيميا يبقى الجلوبلينز نسبيا ايه؟ زاد فسرعه التنصيب تزيد. ولو حالته الثانيه بقى، طب لو واحد عنده بوليثايسيميا يبقى الجلوبلينز نسبيا قلت يبقى سرعه التنصيب ماشيه عكس عدد التنصيب. بيكوز وي ثينك المهم مش الار بي سيز، المهم البروتين فايبرينج جوال جلوبين. دول يفسروا كل حاجه. طيب ليه الانفلاماتري كونديشنز تعمل الكلام ده؟ خد بالك ان ده بيزود الاميون جلوبين في البلاد، فهيقلل التشارجز على الار سيز فيعمل لو فيزود سيلنتيشن. ليه؟ انتوا بس اللي فاهمين بسبب زياده الدنسيتي الدافئه. خلاص؟ طيب سيجنيفيكانس هي بتتغير في 100 مره. يبقى لما الاقيها زايده اقدر اشاور على مرض في المية؟ يبقى عاوزكم تحفظوا كده اكلاشين. اي تجربه تتغير في اكثر من مره بتسميها نون سبيسيفيك. تكمل بقى الاكلاشين لوحدك في اي تجربه، ما نشوف الساعه الثانيه هتعرفوا تكملوها باذن الله ولا لا اذا كانت عمر بطيء. اي تجربه نون سبيسيفيك تبقى نوت دايجنوستيك، ما تشخصش مرض بدايه، انما تبقى بروجنوست. لو المرض معروف مسبقا وهي بتزيد يبقى المرض بيسوق، بتقل يبقى المرض بيتحسن. تبقى تحفظ الثلاثيه دي، نون سبيسيفيك، نوت دايجنوستيك، بروجنوستيك. نون سبيسيفيك في اي تجربه بتتغير في اكثر من مره تبقى نون سبيسيفيك، تقول الجملتين اللي وراها اوتوماتيكلي تبقى نوت دايجنوستيك تبقى بروجنوستيك. التجربه الثالثه هيماتوكريت فاليو او باكت سيل فوليوم. فين اهم حاجه في الديفينيشن؟ كم في الماء تمثل الارتسيس برسنتج ريشيو. احنا بنذاكر مع بعض زي كان اهم كلمه سرعه التنصيب ايه بالصيغه؟ ديستنس كيمتري.
ديستنس ايفنت، فعاوز مش بس من السورج، في اي حاجه بتذاكرها في الفتره في كلمه هي المهمه. التكس تبني محمد بنيسي صاحب المركز ده ودلوقتي زي ما بقول مشهور جدا. اكثر واحد مشهور في مصر فوق العارف بعمل بقول يعمل لي دعايه بس هو مش مهتم يعني. طول نهار على التلفزيونات. بتاع الجاسترولوجي الوحيد في مصر اللي معاه اربع شهادات. الدكتوراه المصري. الدكتوراه الانجليزي. معدل امريكي معدل كندي. مفيش غيره في مصر على الاربعه. محمد بنيسي صاحب المركز ده. مفيش غيره انا بقولها لك على الثقه. محدش خد الاربعه دول في ناس معاها حاجات يعني هايله بس مش الاربعه المكتملين. فكان هو حاجه ما كانش طبعا هنا كان في بيته زمان ما كانش عنده مركز. قالوا لك الدكتور نجي في كلمه في كل حاجه يركز فيها كلمه مهمه. سرعه في التبسيط ديستنس كمان. سرعه في التبسيط ديستنس كمان. المكان كامل بقى اتش فيرتيكال كابيلتي زمان بعد ساعه وبعد بس جديد بعد ايه؟ ساعه وبعد. طب الهيماتويد فاليو النسبه المئويه كم في المئه؟ كم في المئه اللي بتمشي في الخالص؟ برسنتج ريشيو. فانا بعتمد روحي اذاكر معاك واخطط لك الكلمه المهمه. الابريتس عباره عن كابيلر تيوب رفيع جدا ما جابوهاليش هم في البيوت كابيلر تيوب صغيره جدا. طولها قد كده. في عندنا تو كابيلر تيوبز هنستخدمهم النهارده. لو عملنا ستيشنز عملنا حصه رابعه عملنا ستيشنز هبقى اجيب لكم خدوها معرفش ايه لك. كابيلر تيوب كده حوالي 4-5 سم. دلوقتي انت في المسكين فاليو عاوز دم الجلط ولا مش عاوز الجلط؟ مش عاوز. يبقى لازم يبقى هيبارينايز. هيبقى في علامه حمراء كده. الهيبارينايز دي اللي فيها نقطه حمراء دي بتاعت المسكين فاليو. بتاعت سرعه التجلط عاوز دم الجلط يبقى ما فيهوش النقطه الحمراء مش فريق. يبقى في كام انبوبه كابيلر تيوب؟ 2 هيحطها لك في الاستيشن. زي الشعر كده رفيعة 4-5 سم. أهم حاجة فيها خط أحمر ومفيهاش خط أحمر، فيها خط أحمر يبقى بتمنع التجلط ده للبنين. البنين بتاعت الهيماتوكيت فاليو. لو مفيهاش خط أحمر يبقى الدم هيجلط يبقى دي بتاع سرعة التجلط. بس مفيش احتمال تاني هما الاحتمالين دول. نيجي للغباوة طبعا أنت إزاي بتاخد عينة الدم؟ أنت بتطهر وتشوك سترايز. وبعدين ما بتحط الانبوبه هي بالخاصيه الشعريه الدم بيطلع لوحده ما بتشفطش. الخاصيه الشعريه الدم بيطلع. الاقي طالب عامل ايه بقى؟ شوف الغباوه بيعمل هيماتيت فاليو ادي صباعه اهو وادي نقطه الدم وحاطط انبوبه كده النقطه الحمراء فوق. غباوه يعني ممكن يطلع الدم لحد هنا ما يوصلهاش يبقى هيتجلط. فلازم العلامه الحمراء تبقى لتحت. عاوز الدم اول ما يطلع يصب على الهيبارين شويه الهيبارين من فضلك عشان نمنع التجلط. انتوا فاهمين يا ابونا ايه؟ ولا في حد متلخبط؟ الهيبارين بيمنع التجلط لما تحط الانبوبه الهيبارين فوق وبعدين انت تحطها على نقطه الدم الدم طلع لحد هنا شاف الهيبارين يبقى هيتجلط. يبقى لازم العلامه الحمراء تبقى لتحت. تحت ما حبوش. عدم النظام والغباوه. او العبط بس دي مش عبط دي غباوه يعني العبط اوحش من كده شويه. ده الابريتس. نيجي بقى الترانسبيل. انك لما بتحط ده في جهاز طرد مركزي مخصوص على فكره مش جهاز عادي يعني جهاز طرد مركزي بتاع الانتفيد فاليو مخصوص للانتفيد فاليو بسرعه عاليه جدا. فالار بي سي عندها اكبر دنسيتي تنزل تحت يليها البافي لير اللي هي العامله لونها ابيض وايت بلاد سيلز بيكس ال اس تي فوقيها الميه اللي هو البلازما. وبعدين تقرا تقرا ازاي؟ هم العالم يفكر في غايه الذكاء. دلوقتي انت الانبوبه دي بتتملي انت ونصيبك انت بتحطها في البلاد ممكن يطلع دم مش هيطلع اكتر. وهم عاملين تدريج يناسب انت ونصيبك. يعني الصفر اهو كده ده التدريج الصفر عامل له رسمه عندكم رسمه. انما لو لاحظت ال 100% ماشي مايل كده. فانا ببتدي من اول التدريب كده. صح؟ افرد هنا الار بي سيز. وهنا البلازما. فاروح 100
نمشي الانبوبه لحد ما البلازما تيجي هنا. الصفر ثابت اهو والبلازما جت بقت عند علامه المية في الايه؟ في المية. واشوف بقى الار بي سيز دي ناصبها جه عند انهي خط؟ جه عند خط 40%. يبقى الار بي سيز بتمثل 40%. يبقى تدريج بتاع ناس عندها بالذكاء، ما عندهاش غباء ولا عبط. هل انت بتتحكم الانبوبه دي هتتبيع قد ايه؟ فتحطها وتاخد انت نصيبك. فالصفر ثابت تحت. المية في المية ده مايل، مايل ايه؟ لان واحد اتمال كويس واحد اتمال اقل يبقى هيوقف هنا. حسب ما تتمال. وبعدين الخطوط التانية مايلة تشوف هنا الصفر وهنا 100%. الار سي بتمثل اللون الاحمر على عند انهي خط من 100؟ عند 40 عند 50 عند 30 انت ناصر. طيب كمل صفحة من فضلك. الأسئلة في كم سؤال؟ عارفين كل حاجة مع شوية مستعشرين. السؤال الأول باكت البوليوم في المي 46%. في الفيميل اللي عندها ار بي سي أقل إحنا 5.1 هي 4.8 مليون أقل شوية فتلاقيها 42%. النيلي بوم هيبقى عنده إيه؟ أكتر ولا أقل؟ طب الأولد إيج نفس الأسئلة بقى لو سألها لي مش لازم نكتبها تاني هم مش كاتبينها هنا إنما بقول نفرض ممتحن جاب من هناك وسأل هنا هي مين يقول يزود الأولد إيج ينقص خلاص خمس سؤال وكاتبهم لك حتى في الجنب. تاني سؤال بافي لاير دي يعني أنت هنا في أر بي سيز بس في لاير هنا لا هي بلازما ولا هي أر بي سيز اللي هي وايت بلاد سيلز لأن إحنا قلنا ده 1090 والبلازما أخف حاجة 1030 دي كام بقى؟ 1060 قلنا ايه 1000 دي؟ المهم يا بيزنس انا بس السؤال بس اللي بس يعني ما تقولش مبرمجين ليه؟ مفيش حد في المعيدين قال الكلمه دي خالص. دكتور احنا بنسال عن نفس السكشن السؤال ده من سبيسيفيك ريفرنس دكتور ما فيش مثلا بيبقى انتوا سؤال ده كنت هبهدلكوا على الثاني كنت هقول لكم طب ليه ما سالتوش بس انت كده قفلتني. طيب مش عارف يعني هتاخد دكتوراه ومش عارفه السيف جاي طب تسال روحها حتى يعني يا ميت نيجا يا ميت نيجا ما احناش من اهم 500 جامعه في العالم. كان زمان والدي رحمه الله قلت له كان اول دفعه في مصر كان هي مدرسه بتاع الحمله خلاص حطيت حتى على الفيسبوك الورقه النصائح اللي ادها له ابوه واللي قال له لو خلفت واحد وطلع طبيب هو شافني 6 شهور بس ما كانش يعرف انا بقيت وبقى عشان في المحطه. قالوا بديله ورقي فحطيت نصائح رائعه فيها خطط لماذا ينبغي ان يتميز طبيب. في زمنه والدي ده رحمه الله لما اتخرج كان قصاد يروح انجلترا او امريكا يشتغل بدون معادله. ما فيش معادله اساسا انه خريج القصر. خريج القصر عنده يشتغل في اي حته وورد وايد. هنا مش هقول لكم يشتغل فين؟ في المحطه. عشان في معيدين ومدرسين مش عارفين عيش تصير جاه والطلبة بتسألهم لا فاضل ما بيجاوبوش لا خدهم ورحنا منهم. السؤال الثالث ايه اللي زود ايه اللي نقص؟ هقولها تاني اهي اللي نقص ان عندي انيميا او اوفر هيدريشن والعكس. طب اللي زود عندي بوليثيسيميا او دي هيدريشن. نفس الإجابات نفس الجدول وولد ايج وانفنت. السؤال الرابع باكس الفوليوم في الفينوس بلاد اعلى منه في الارتيريال. دي لازم تبقى فاهم الاكسبلانيشن لان عند التيشو الار بي سيز بتاخد اينز كتيره من ضمنهم الكلورايد فبيزود الزبون بريشر فتاخد وراها ميه فحجم الار بي سيز يزيد فالكتير جاي يزيد بسبب الووتر شيفت بسبب الكلورايد شيفت. يبقى شيفت ادى الى شيفت. الشيفت في الكلورايد جوه الار بي سيز مش مين وراه ورا الملح تملي سودوم كلورايد مين بيجري؟ ايه؟ ووتر فبيزود حجم الار بي سيز. ده سؤال مهم رقم 4. السؤال الخامس ايه اهميه الباكسل فوليوم؟ ان لو اديتني الباكسل فوليوم
الـ RBCs كامل والـ Hemoglobin Content أقدر أعمل الثلاث معدلات اللي قلناها قبل كده وعرفت لك نوع الأنيميا. وبالتقريب مش بالظبط سبب الأنيميا. يعني لو طلعت ماكروسيتيك هيبقى السبب لو نخرج عن حاجتين. نبي تقول بفولي أسف. لو طلعت مايكروسيتيك هايبوكروميك السبب يشوفوا عن حاجتين. أير ديفيشنسي ثم أير ديفيشنسي ثم أير ديفيشنسي ثم حضراتكم للسيب. فهذه أهمية إن احنا نعرف الباك سيكول. اللي هو رابع. Osmotic Fragility Test. المفروض هيجيبوا لي ما جابوش مع اني كاتب لهم مخبار في شويه انابيب رسمه انا في الاخر. فكره فين الكلمه الاساسيه هنا؟ لو حطيت الـ RBCs في هايبوتونيك سوليوشن حطيتها فين؟ هايبوتونيك. بدل ما هي بايكون كيف تشرب ماي هتبقى باي كونفكس. بعدين لما تشرب ميه ثاني فرق. الفكره بتاع التجربه اللي احنا نحطها في هايبوتونيك سوليوشن نشوف هتفرقع امتى. الضعيفه هتفرقع بسرعه، القويه هتفرقع ببطء. ده فكره التجربه بتاعتي. المهم ازاي بقى تعرف حصل هيمولسيس ولا ما حصلش؟ انا هستخدم اللي ما حطوليش المخبار. انا كنت طبعا بعملها بطريقه خداع، كنت بجيب شمعه حتى طبعا تدخل تشوفني انا بعمل ايه، كل حاجه بعملها بخداع كويس. لو عملت لكم الستيشن هو اوريها لكم حاجات بالظبط كانها معموله، معامل كلها يعني ديكورات. دلوقتي ادي في الراك في انابيب كتيره. خلاص؟ حط هنا نقطه شمع احمر. يبقى هنا الواد دمع وده هنا كلير. يبقى دي الدم ما حصلوش هيمولسيس لان الميه بتاعت البلازما كتير، يبقى ده نو هيمولسيس. صح؟ لو الار بي سيز فرقعت تماما هيبقى اللون ده بينك. بينك. خلاص؟ لون احمر. بقى كنت بجيب عشان تبقوا عارفين ازاي الخداع، وبعدهم يجيبوا كركديه، بشربه انا بعدين احط شويه. يبقى دي كومبليت هيمولسيس. كومبليت هيمولسيس. خليني اوريكم سير الصدمه. طيب لو حطيت نقطة حمراء هنا وفي نفس الوقت لون بينك يبقى ده سام هيموليسيس أو بارشال هيموليسيس. يبقى ده ازاي تفرق أني أنبوبة حصل وأني ما حصلش وأني حصل فيها بارشال هيموليسيس. لو ده كلير يبقى مفيش ولا ار بي سيز فرقعة، يبقى نو هيموليسيس، كل الار بي سيز متجمعة تحت. لو مفيش حاجة تحت خالص وكله بينك كلر يبقى كلهم فرقعوا لونوا السائل اللي هو الهيبوتونيك، تبقى ده كومبليت هيمولسيس. طب لو في لون يبقى في شويه فرقعوا، في نقطه حمراء تحت شويه ما فرقعوش تبقى بارشال هيمولسيس. سهله ولا صعبه؟ مش محتاجه حتى نشوفها، لكن لو عاوزين نبقى نعمل يوم ستيشنز عندي الورق كل حاجه نوزعها ونجيبها مفيش مشاكل، بس انا محتاج مره زياده. او انا شايف ان يعني ممكن عادي يمكن يضغط مين؟ تصور يعني حسب نشوف الواقع يعني تعالي. يبقى ده ازاي نفرق؟ طيب وانا عامل الرسم على فكره رسومات حلوه قوي قوي، بس طبعا الونها في البيت بقى، يعني انا ما عنديش الوان حمراء. فانت فهمت اللون يبقى كلون النقطه السوداء دي، حتى انا كاتب لك عليها النقطه السوداء كاتب عليها ايه انا؟ احمر. يعني لو عايز بساعدك تلون بدون تكلفه. طيب ثمان اسئله. اول سؤال ما هو الاسموزس؟ simple diffusion of salt. مش salt. ما هو الاسموتيك بريشر؟ بريشر needed to stop اسموزس. look at diagrams. الاسموزس ابتدى فين؟ وخلص فين؟ هنا ما ابتداش، هنا نو هيمولسيس. يبقى اول ظهور للون البينك يبقى هنا في بعضهم فرقع. ده ابتدى، الانبوبه دي ابتدى فيها، لو هم ثلاثه هم بيبقوا تسعه بس يعني انا دي اهم امثله. طول ما الانبوبه نقطه حمراء وهنا ابيض، نقطه حمراء وابيض مفيش ونس. في نقطه حمراء وفي شويه لون بينك يبقى شويه ابتدوا يفرقعوا، يبقى ده الستارت والونس. اختفت النقطه الحمراء يبقى كومبليت الونس. وهيبقى محطوطه في الستيشن مكتوب التركيز، انت تكتب التركيز اللي هم كاتبينه.
انت بس الفكره انك انت اتعلمت تعرف ازاي ابتدى فين وخلص فين. ابتدى لما يبقى في شويه فرقعه وفي لون بينك لكن في ار سيز. اول ما اول ما يظهر المنظر ده هو ده السبارك. اول ما يظهر المنظر ده انه ما فيش النقطه الحمراء يبقى ده كومبليت ديمولس. لا ما فيش بيرسنت اللي كاتبينه اللي كاتبينه هم في الستيشن. انما هنقول بقى حاجات في النورمال يحصل عند كام. هنقولها ده سؤال. ان الهيمولسيس ستارت في الشخص الطبيعي عند 45% ويكمل عند 30%. طب ليه مش كل الار بي سي بيفرقعوا مع بعض ان هم ديفرنت ايجز؟ القديم بيبقى ضعيف فرق على الاول عند 45%. انما الثاني بيفرق عند 30%. عارفين طبعا النورمال 0.9 لازم بتاعتنا الجمولات دي بتاعتها محلول مال 9.10%. السؤال الرابع او الثاني different ages. السؤال الرابع الهيمولس الـ old RBCs عن العيدي والتاني والنيو RBCs عن 0.3. طيب الفراجيليتي الـ RBCs بتزيد لو انا الـ RBC بتاعتي قريب مدورة فرق اسهل بتزيد في السبيرو سيمبوزس. خلاص هنا تبتدي بقى مش عند 45 تبتدي عند 0.7 وتكمل مش عند 0.3 عند 0.5. ايه الكونديشنز افكتنج الفراجيليتي؟ الايج لسه قايلينها اولد نيو. الاوتو اميون ديزيز انتي بوديز ممكن تفرق على الار بي سيز. الديفيشنسي جلوكوز 6 فوسفيت ديانجوجينيز ده اللي بيرمي المايه بره هو هتفرع على RBCs. الانفكشنز بتفرع على drugs. سربرايزنج السيكل سيل انيميا قلت لكم تفرع امتى؟ بتاخد الشكل البري السيكل لو اتعرضت بلو اوبشن بيتش. برافو. طيب بأي طريقة مجاوبين السؤال شكل الـ RBCs بيمنع انها تفرع؟ انها باي ايه؟ اوكي فممكن تاخد ميه والتنشن على الوول يبقى قليل بس. لو هي اوريدي مدوره زي في السيرو سيكوزيس بتتفرق على طول. طب ايه اهميه هذه التجربه؟ اهميتها حاجه واحده بس. ان في الهيموليتيك انيميا في نوعين. السيرو سيكوزيس عنده increased fragility. السيكل سيل انيميا عنده resistant to fragility. فلو عيان عنده هيموليتيك انيميا ممكن من التجربه دي اعرف هل هو السيرو سيكوزيس ولا السيكل سيل انيميا. الاثنين عندهم هيموليتيك انيميا، الاثنين بيتفرق على الار بي سي. بس السيرو سيكوزيس بتفرقع بسهوله شديده، السيكل سيل اقوى من الار بي سي العاديه. بتفرقع عند عندك يعني مور هيبوتونيك سيكوشن. ادي قيمه التجربه. بص السيكل سيل ولا الثلاسيميا؟ ايه ده؟ او الثلاسيميا. السيكل سيل اهم. السيكل سيل اهم. بس يمكن هم عاوزين اجابه بس. السيكل سيل هي الاشهر. اكتبها تحتيها حتى السيكل سيل لحد ما نشوف هم كاتبينها ايه ونجاوبها. أصل أنا بقولها طول عمري حتى أنا بشرح دلوقتي يعني يمكن في كتاب كانوا بيكتبوها سيكل سيل اللي أنا متأكد منها إنها سيكل سيل. يعني بدون قراية بالخبرة بأمراض بطن اللي اشتغلتها سيكل سيل وهم حافظين كلامي كويس. اكتب سيكل سيل. طيب نيجي بقى التجربة الخامسة. دي أهم تجربة بقى. دكتور ليه فرصة راجع براجع حلوة لدكتور ليش بسرعة. Hemostasis stops you bleeding. While homeostasis to keep the extracellular fluid constant for optimum function of cells. And where it comes in cell. Hemostasis أربع عمليات. أول بص الفيسل مفتوح. أعمل سباز. فكده ما تفعلش. أحط بلد من البليتلتس. بس ده لو جرح صغير كفاية كده. قال له الجرح مش شكل دابوس يعني السباز والبلاك جرح لو شكل دابوس في الاغلب الجرح اكبر من شكل دابوس يبقى بحتاج الفايبر كلوت. الكلوت اللي معموله من شبكه خيط خيوط بروتين خيط اسمه فايبر انتانجل ارمسيس. طب الخطوه الرابعه بقى بيتساءل عن الطلبه الممتازين لازم يقولوا ان بعد كده طبعا عايز البسل هينمو وهي هي هيتدائم ولازم اساحب الضغطه دي فاليوميتك سيستم ورجع كل شيء زي ما كان رجع بس زي ما كان. دي الخطوه الرابعه. اقفل الصفحات الفاضيه.
leading time population time وعمل لك ناس مليين. برضو أهم حاجة سترلايزد وبعدين شك نفسك وبعدين بفلتر بيفر فتلمس الجرح لأن أي فورين باجي بيساعد الكواجيليشن الفلتر بيفر لو تشفت الدم بعد 3-4 دقايق هتلاقي الفيديو واقف من غير جلطة هو ده الفيديو تايم time needed to stop bleeding without clot. Time needed to stop bleeding without clot. يعتمد على ايه؟ على البليتلتس. هو مين اهم حد بيعمل باز بروستكشن؟ بليتلتس. الثرومبوكسان A2 والATP. صح؟ والسنتوني؟ كل ده بليتلتس. والبليتلت بلاك. والبليتلت بلاك. ده يبقى البليدنج تايم ده بيتست الفانكشن اوف بليتلتس وبالتالي طويل في المرض اللي فيه ديفكتيف بليتلت اللي اسمه هيبر وبيتميز عن بايه من بعد كيلو كده الاقي كل نقط بتيجي حتى قلناها تي بي 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 البربوره بحرف البي الديفكت في البليتلتس بحرف البي الان عنده بي تي بي بحرف البي واللي طويل عنده معلش عمرني ما عندناش كيو بي البليدنج تايم بي 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 انما الكواجليشن تايم هتجيب الانبوبه اللي فيها علامه حمراء ما فيهاش علامه حمراء طب القطاع المعدوله مش شايل ولا فريش مش هيفرق ما فيش علامه حمراء مش عايز مش ما فيش احمر من كده مش فارق طب الجمهور مش قال بلاش عدل ومش قال ولما فيش علامه حمراء حطها زي ما تحطها هتاخد ده وانت ما بحبش العضل انت الكواجريشن تايم بياخد قد ايه 3 ل 10 دقايق فلو قعدت كل سنتين تكسرها بعد دقيقه كسرتها ومفيش انبوبه ده تمام يعني. احنا بنقول كل نص دقيقه اكسر حته صغيره لو كل دقيقه مش فارقه يعني. نشوف الرينج من 3 ل 10 لو اتاخرت يعني دقيقه ما فرقتش بس المهم مش اثناء التجربه اتفتفتها ولسه ما حصلش جلط فعبط مش عاوز حتة صغيرة خلاص استنى شوية حتة صغيرة كل دقيقة خليها كل دقيقة احنا انت هتقولها له كل نص دقيقة بس انت لو قال لك اعملها اعملها كل دقيقة لحد ما تلاقي خيط احمر نازل كده زي الدودة زي الخيط الاحمر هو ده الغلط بيعتمد على الكوجريشن فاكتورز يبقى الكوجريشن بيعتمد على الكوجريشن فاكتورز اللي هي نقصة في ايه؟ نقص فيتامين كي ثم نقص فيتامين كي ثم نقص فيتامين كي ثم الهيموفيليا الهيموفيليا مرض نادر طيب نوت لما بنحط الدم في تيست تيوب بيجرب بأني باثواي بالانترنسك ميكانيزم ازاي نختبر الاكسترنسك وازاي نختبر الانترنسك برو فروم ذا تايم بنحط على الدم تيشو اكستراكت حتى قلت لكم جايبينه منين من مخ الارنب بس ده مش عليه تيشو اكستراكت ده بيجيبوه منين زمان قبل ما كان الشركات تطلع كنا بنذبح ارنب من المخ في التيشو اكستراكت وناكل ارنب الرخيه من الارانب وعملنا التجربه على حسب المظبوط يبقى في البروفرامنت تايم بنحط تيشو اكستراكت تيشو لما بيستخدم حاجه من بره يبقى ده الاكسبرنسيف باثوري انما الاكتيفيشن بارشال ثرومبوبلاستين تايم ده بنحط حاجه التيشو بنحط سيرفس اكتيفيتور يبقى كان حاجه تعادل الكولج اللي جوه البلاد فيس يبقى دي تيست فور انترنس وقلت على التهبطيه سهله الاكسترنسك في فاكتور واحد بس هو المهم مين ذكر مين البطوله المطلقه فاكتور سبعه ده الاكسترنسك انما الانترنسك كان الزفه 2 قبل 10 2 بعد 10 اللي هو 8 9 بعدين 11 فانت لو شلت كلمة تايم والتجربة بقى فيها كلمة واحدة بروثرومبين تايم لو شلت تايم يبقى فاضل ايه؟ بروثرومبين يبقى افتكرها حتى طريقة لطيفة يبقى عاوز افكتور واحد يبقى دي بتاعت الاكسبرنس عشان ما تطولهمش انما لو هناك شلت كلمة تايم هيبقى فاضل عندك اكتيفيشن باش ادي كلمتين ثرومبو بلاست كم كلمة؟ أربعة يبقى دي بتاعت الانترنس
خلاص هي انا شرحتها الاول ما جبناهاش كده هنا حطينا حاجه من الايش يبقى اكسترنس هنا حطينا حاجه زي كلش زي اللي جوه البلاد بيس تبقى انترنس انما عشان ممكن الطالب يبقى فاهم بس اتلخبط في الاس اللي طويله الانترنس محتاج فاكتورز كتير يبقى دي بتاع الانترنس باسوي وبتاخد وقت طويل 40 ثانيه انما لو صار الكروم من تايم عاوزه فاكتور واحد هو 7 وبتاخد 40 حتى لذيذه 40 and 14 يعني عددين لزاز 40 and 14 seconds. بعد كده عندنا الاسئله بقى اللي هو 7 اسئله. اول سؤال انتي كواجلنت هنقسمها ان فيترو وان فيفو. ان فيترو يعني اشهر طريقه لرص الكالسيوم بالاوكسالين نخليه للمتعيد السبريت. السبريت بيبقى الكالسيوم سبريت بيبقى دايما بس ما فيش شارج او نحط البريد او نجمعه في انبوبه ما بتنشطش البريد الفيكتور 12 سيليكون لاين مبطله السيليكون او مبطله بالواكس عادي ممكن لو بالشمع زي السيليكون بالظبط وارخص بس مش مهم هما مش شابينها خلاص انما هي سيليكون او شمع واكس واكس او شمع. انفيجو في دواء ايه؟ الهيبارين والطايب الهيبارين مساعد البطل بينشط الانتي ثرومبين 3 اللي هو قلنا بيوقع في 4 فاكتور ورا بعض بيسحب الخير 9 10 11 12. يبقى الانتي ثرومبين بيسحب الخير بيمنع التلالب بانه بيسعى يبقى فاكتور 9 وكمله 9 10 11 12. انها تدل مهمين. اما الدايكلوميرول بيكمبيت مع فيتامين كي يبقى بيمنع تكون البروثرومبين جروب اللي هو محتاج فيتامين كي اللي هو البروثرومبين 7 9 10. وانا ما كنا بنقول 3 7 9 10 اوتونوميك فاكر اوتونوميك 3 7 9 10 ترين الاوتونوميك والبروثرومبين 7 9 10 كل حاجه كلها طيبه. السؤال الثاني قول الكوبليشن فاكتورز متقسمه ثلاث جروبس. جروب بيصنع الجلطه حتى اسمه فايبرينوجين جروب. الجلطه عباره عن فايبر يبقى ده 100% هو ده الجلطه. وتو جروبس يساعدوا عمل الجلطه لكن ما يدخلوش فيه بروثرومبين ان اللي هو كونتنت جروب. ايه اهميه لو دخل في الجلطه يبقى لو شلت الجلطه الجروب ده مش موجود يبقى مش موجود في السيره. لكن لو ساعد بس وشلت الجلطه وكان بيساعد ما دخلش الجلطه يبقى موجود في السيره. يبقى اللي بيصنع الجلطه غير موجود في السيره. بالفهم مش بالحفظ. السيره عباره عن ايه؟ انك لما بتشيل الجلطه ترميها في الشارع المايه اللي فاضله دي اسمها سيره. يبقى لو دخل في الجلطه لو هو اللي صنع الجلطه الفبريتي جروب انت رميته في الشارع يبقى مش موجود في سيرم. لكن لو انه بيساعد زي البروثرومبين جروب والكونتاكت جروب يبقى موجود في سيرم. انا حفظتها بطريقه طيبه جدا. اللي في السيرم هو ده اللي ستيبل ستورج هو ده اللي ممكن تخزنه وتبيعه في الصيدليات. انما اللي مش في السيرم مش ستيبل اون ستورج. اهم معلومه في الفايبرينجن جروب اللي بيشمل الفايبرينجن 5 زائد 8 يساوي 13 كنا حافظينها بطريقه حلوه. وانه اهم واحد فيهم اكتيفيتد بمين؟ بالثرامبين. مين اللي بيحاول فايبرينج الفايبر؟ ثرامبين. كل الجروب اكتيفيتد بالثرامبين. كل هذا الجروب اكتيفيتد بالثرامبين. ويدخل في صناعه الجلطه فمش موجود في السيرام. فمش ستيبل ستورج. ايه اهم معلومه في البروثرومبين جروب؟ انه محتاج فيتامين كي. محتاج فيتامين كي وبيشمل بروثرومبين 7 9 10. كونتاكت جروب 11 12. دول بيساعدوا تو جروبس بيساعدوا بس يبقوا موجودين في السيرم. اللي في السيرم ستيبل ستورج اللي في السيرم ستيبل نون ستورج. طبعا في البروثرومبين جروب في واحد منهم بس بيشتغل في الجلطه اللي هو البروثرومبين نفسه فمش في السيرم بس البروثرومبين يبقى عيلته موجوده. ناتشرال انتي كواجلانتس البريد موجود بيطلع من ماس سيلز والميزوثيليوم كبدها قبل كده. الاندوثيليوم طلع البروستاسايكل اللي هو بيعمل بالد ريتيشن بيطفش البيتلز يمنع البيتلز ابليكيشن. الانتي ثرومبين 3 والفايبرينوليتيك سيستم. قلت لكم الفايبرينوليتيك سيستم ده عباره عن ايه؟ حاجتين الانزيم اللي يساعد الجلطه
لانه في البلازما اسمه بلازمين، لانه مساحه جاده ليه اسم تاني فايبرينولايسين. يبقى حسب وظيفته يسموه فايبرينولايسين، مساحه جاده حسب مكانه بلازمين، عشان ما يسرحش اي جاده ربنا حط الصوره عليه بنشطه اسمها بلازمينوجين. مين اللي نشطه؟ تي بي اي تيجي بلازمينوجين اكتيفيتور. بس القصه بقى ايه وابنك مين يا روحه؟ المنشط عنده انهيبيتور، يبقى لازم نشيل الانهيبيتور. فبدأنا القصة من فوق، قلنا الاندوثيليوم بتطلع حاجة تحور الثرومبين بتاع الجلطة تخليه ساحة، فتبقى غلط نوصفين بحاجة واحدة. يعني ساحة اللي بيعمل الجلطة شالته حورته وخليته ساحة جلطة، يعني جابت اللي بيعمل الجلطة قالته شوف الزول سايح الجلطة، الثرومبين هو اللي بيعمل، فطلعت الثرومبين، فاتحت الثرومبين مع الثرومبين، ادى ثرومبوبولين ثرومبين ايه كومبلكس، ينشط بروتين اسمه سي، امين ليه سي؟ عشان بينشط بين كومبلكس، ده اللي بيشيل انهيبيتور، ده اللي بيشيل ايه انهيبيتور، بالاضافه انه بيوقف بقيه اعضاء الفايبرينج اللي هم 5 و8. قلنا ليه ما بيوقفش 13؟ مش هقول دلوقتي بقى انه كلام كتير قوي. سؤال بعد كده نشرح الكوابيليشن. طبعا ما ده بيبقى بمده اجابه السؤال 3 دقائق، فما ينفعش اكتب الكوابيليشن از ايز كده بالنظري، تظهر لي 6 اسئله جنبها. الامتحان اللي هو 50 نمره ده بيبقى مدته قصيره جدا، فدي عندي صعوبه تمثل لواحد متمرس في الشرح. طب انا عاوزكم تكتبوا اكتر وفي نفس الوقت ما تتكوش، فدي ده easiest way لكتاب الكوابيليشن. انا كان ممكن اسهل اقص الصفحه من البلاد واروح اقطعها عليها، بس انا بفكر. طب الطالب ده بيبقى ده سؤال ضمن اسئله كتيره كل زمن امتحان ساعه، هنكتبهم ازاي؟ فاحنا عاوزين نكتب بطريقه متميزه وقصيره. بص معايا، هتقول الاتي ان هم 4 steps، دي اسهل طريقه لكتابه الكوابيليشن ثيوري، معظم المعلومات في 3 دقايق. مين الفاكتورز بتوع الانترنسيك؟ هتكتبهم 2 قبل 10 2 بعد 10 8 9 10 12. مين بتوع الاكسترنسيك فاكتور واحد بس اللي هو 7؟ ده تريجر بايه؟ ليه سموه ده اكسترنسيك؟ لانه تريجر بحاجه من بره البلد بالتيشو ثرومبو بلاستر، انما ده تريجر بحاجه جوه البلد اللي هو كل شيء. دول وظيفتهم ايه؟ الهيصه دي كلها ينشطوا فاكتور 10 بس. يعني الهيصه دي سواء اكسترنسك او انترنسك يقتصر وظيفتهم انهم ينشطوا 10. 10 مع 5 رقمين اهو، مع كلمتين، مع كالسيوم وفوسفوليبيد 10 و5، والكالسيوم وفوسفوليبيد دول اللي بيحولوا البروثرومبين الى ثرومبين. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه، الثرومبين هو ده اللي بيحول الفايبرينوجين الى فايبر. بس قلت هذا الفايبر عباره عن خيط واحد يتقطع مونومير، عاوز اعمل له بوليمرايزيشن اجدله، محتاج حاجه تقوي الفايبر اسمه فايبر ستابيلايزنج فاكتور، ده في 13 لما حكيت لكم القصه، ومعاه الكالسيوم. ده ازاي تكتب كوابريشن ثيوري 3 مينتس؟ وده يا اما واحد حاول يكتبها كامله فما جاوبش بقيه الامتحان، يا واحد تاني ما عرفش يكتب ايه سابها خالص. ايه الطريق؟ ايه ده؟ فاكتور ايه طبعا؟ ايه ناقصه؟ سوري يبقى ده فاكتور الرابع ده الكولاجين فايبر. اه طبعا انا ليه اللي كتبته ده؟ يبقى انا كتبت 10 بدل اشطب 10 واكتب ايه؟ تاني واحد يكتبه نص الصفحه بالظبط نمره واحد في الكواجيليشن 9 10. بس عايز اقول لكم حاجه، انا عملت الفاكتوره دي جاست وان دي اللي هو يوم الثلاثاء، مش عارف 9 اهو يبقى 8 9 كويس. شكرا كريم انك انت اخذت. طب نيجي السؤال اللي بعد كده بقى يا شباب، السؤال الخامس. ايه الفرق بين كلمه كوابيليشن وكلمه اجلوتينيشن؟ قلت لك لازم تبقى عندك شويه تهتها. الكو كو كو اجلوتينيشن هي عباره عن الكو
co-conversion يعني تحول الفيبرينجي الى فايبرينجي. يبقى co-co امال ال a definition عباره عن a antibody reaction. فنقول ان نسمع صوتها co-coagulation عباره عن ايه؟ co-conversion تحول الفيبرينجي الى فايبرينجي. كل القصه دي عشان تحول الفيبرينجي الى فايبرينجي. انما a definition عباره عن ايه؟ antigen antibody reaction. بس سؤال خامس platelet count 300,000 او ممكن نقولها بطريقه ثانيه 250,000 بلس اور ماينس 100,000 ده اصح. مفيش الناس مش 300,000 بالظبط 250 زياده ناقص 100,000 انت زي الفل. المرض قلناه يا شباب اسمه فيربر العام عنده بي تي تي الطويل عنده ليدين تايم. انواع البيربرا نوعان يا العدد ناقص روموثيتوبينك تحت 80,000 يا ضعيف يبقى روموثيتيك الاثنين اكتشفهم. وفي نوع ثالث بقى يسموه نان ثرومبوسيتوبينك يعني ملوش دعوه بالبليتلتس. الكابيلرز فراجايل واحد عجوز جدا بتلاقي كل الناس عايزه عندهم نقط زي هو ده عباره عن بس البليتلتس زي الفل بس هو خلاص الراجل قدر كل الكابيلرز بقت زي المنخل فبالبلدي كده البليتلت زي الفل بس هتسد ايه ولا ايه ولا ايه يعني خروم كتيره مش البليتلت بايظه ولا حاجه مالهاش دعوه بالثرومبوسايت فحتى يسموها ايه بس مش كاتبين عندنا نان ثرومبوسايتوسيتوبينيك يعني مالهاش دعوه بالبليتلتس نان ثرومبوسايتوبينيك ليها دعوه بالكابيلر في زياده في الكابيلر في الجيل. طيب نبدا بالصفحه platelet reactions ايه لا بصي الحصص العملي مش ساعه ونص من حق اي واحد تصارع يمشي في اي دقيقه زي يمشي انما انا هخلص عدد معين من الصفحات قاعد ايه قاعد لسه انا يعني الساعه 3 بدون 4 ونص بس ده على الاقل بصوا انا بعمل عملي في 3 حصص بس 2 2 ما بقولش اللي هم بيقولوه بس الزملاء الاصغر سنه هم احلى حاجه بيقولوا احلى كلام وعندهم محاضرات رهيبه ما عنديش انا اللي عنده حاجه عنده حصه يمشي لا يبتدي براحته العملي مش كده العملي مش ساعه ونص انا مش هقدر يعني مش هخلص الا اكملها امتى العمل ده مره واحده تقولوها تشفيه مش تافهين معاهم او تروح تختار تقدر تقرا مذكره لوحدك تشفيه مفيش مشاكل مش هزعل على فكره يعني انا عباس انا بحبه جدا كل حصه عملت تعمل حساب كده انا في حصص دول انت فاهم احنا بنسمع كورس في ثلاث حصص هو اكشن بقول كورس تاني platelets reaction قل ان البلاتلتس كما يتحقق المهندس من سلامه الاغنيه تتحقق البلاتلتس من سلامه الكويه فشافت ايه كولاجين اللي بينشط فاكتور 12 يعمل الجلطه اللي بينشط البلاتلتس فاول خطوه عملت ادهيجن دي اول خطوه في السن لزق فيها مين لزقهم في بعض الفون فيلبراند فاكتور اللي هو نص فاكتور 8 وفاكتور 8 ده حتتين ايه؟ نص مهم للتجلط ونص مهم للاديشن. طب ليه اعتبروهم هما اتنين فاكتور 8 لان النص بتاع الاديشن بينشط النص بتاع الكواجيليشن ده اجابه سؤال ما اعرفهاش كان في يوم يعني ليه اعتبروهم فاكتور 1 مع ان فاكتور 8 ده حته تلزق البليتس كولاجين وحته للتجلط اللي هي فاكتور 8 ايه؟ مش كل التكتيك لان ده ينشط ده ما يشتغلش من غير ده يعني نصين زي الزوج والزوجه كده متخصص قصدي متوافقان بس يعني كملوا بعض معايا يا سيد يبقى اول خطوه ايه؟ نتيجه قلت طبق ان طبقه واحده لا تكفي فالطبقه دي لازم تلم بالين كتير فحصل لها تاني خطوه اكتيفيشن طلعت ده
كله aggregation. من ساعة الaggregation من أول ما حصل الaggregation يبتدي التقلب، ما نستناش الفيوجن. ففي propagate activity. ليه؟ لأن قلت إن الدلتا بتحصل على سطح البليتلتس. وعشان كده قلت الناس اللي معايا ليه سموا البليتلتس thrombocytes خلايا الجلطة؟ لأن مفيش جلطة thrombus يعني جلطة تحصل غير على سطح البليتلتس. ده سر تسميتها thrombocytes. فمن أول ما يتجمعوا ما نستناش لما يتحلوا. نعمل coagulation. توفر عندنا السطح اللي هو platelet factor 3 اللي هو سطح البليت تخش فيه بنعمل عليه جلطة. بروكو عدد التأكيد. وبعدين بقى براحته لما نعمل فيوجن. ده ست خطوات. قلت اول ثلاث خطوات فردية سهلة. الزوجية هي اللي صعبة. اللي الخطوة الثانية والرابعة والسادسة. تحفظوا ازاي؟ الثلاث خطوات دول بيحصلوا بمادة واحدة اسمها الـ ADP. تعمل اثنين واربعة وستة. مع نسهلها مع حاجة تبتدي بكلمة ثرومبين في الخطوة الثانية. ثرومبوكسان اي 2 في الخطوة الرابعة. ثرومبين في الخطوة السادسة. فضل ثلاث خطوات. اول خطوه اللي هي الادهيشن قلنا من التصق بما الكولاجين مسكت في الريسبتور بتاع البليتلتس. الكولاجين فايبر مسكت في الريسبتور. طب ريليس لازم اكونتراكت البليتلتس اعصره الاوس كاتس عشان يكونتراكت الاكتينومايسين في البليتلتس يطلع الحاجات اللي هو. طب الخطوه الخامسه قلناها ايه اللي محتاجينه في البليتلتس عشان يعمل جلطه؟ سطح البليتلت فوسفوليبل اللي هو اسمه بليتلت فاكتور 3. يبقى قلت لما بتتحفظ الشرح فني اخد فاكتور 2 و4 و6 لوحديهم في حاجه مشتركه فيهم الادينوزين داي فوسفيت مع كلمه ثانيه تبتدي بكلمه ثرومبين. ثرومبين ثرومبوكسان اي 2 ثرومبين. انما فاكتور 1 3 4 5 اسف 1 ادريجن مين لازق في مين؟ فكر الريسبت بتاع البيتلت 7 الكولاجين 5 بمساعده البونج البريك. طب ازاي حصل ريليس؟ هيبص البيت عاوز تعمل ريليس لازم اكون تراكت الاكتين وماشي جواه عشان تحصل واحد يبقى عاوز كاتس. طب ليه لما اتجمعوا حصل جلطه؟ الجلطه بتحصل على سطح البيت الفوسفيت بتاع البيت اللي هو سميناه بيت الفاكتور 3. دي الإجابة بتاعة السؤال مش أشباه الإجابة. دي إجابة سؤال دون البليتلتس أكشن مش إنك أكتب لهم عناوين. لازم أكتب الكلام إزاي تكتبها ست سطور برضه بس كل حاجة موجودة. هذه هي الإجابات. السؤال السابع والأخير بليتلتس فانكشن. برضه كل حاجة عاملها بطريقة حصاد السنين ثلاث سنين عملت فيهم شغل كده. البليتلتس ما علاقتها بالهيموستيزيس؟ وظيفتين قبل التقلب وظيفتين بعد التقلب. لو مش عاوز جلطه خالص هي لوحدها ممكن توقف البليدنج بدون جلطه اللي هو البليدنج تايم. بين فازو كونستريكشن السيروتونين والاي دي بي والثرومبوجين 2 والهي نفسها بتعمل بليتلت بلاج لسه واخدها. ده قبل التقلب. بعد التقلب بتعمل حاجتين. بتطلع هي مختزنه فاكتور 13 اللي بيعمل بوليمرايزيشن بيخلي بدل ما خيط واحد مونومير قطعه واحده تتقطع الفايبرين يعملوا بوليمرايزيشن فاكتور 13 مختزن في البليتلتس. وبعدين الاندوثيليوم اتعورت عاوزين نلحم بقى كل حاجه ونصلح البيسل بتطلع بليتلت درايفنج جروث. يبقى في وظيفتين قبل التجدد وظيفتين بعد التجدد. السؤال بقى اللي اسكاب اللي هي لها علاقه بالتجدد ولا مش علاقه بالتجدد؟ يعني هي بتتفكر في يعني هي لا هي مهمه في القلب وقبل القلب وبعد القلب. خلاص مش كده البليت لسه مع موضوع الهيموستيز. نيجي بقى لسادس التجربه دي اللي سهله بقى عايزين نجري فيها شويه دي اللي خدناها في سنه الباك جروبس. تمام؟ ايوه انا خلاص برضه منكم نص النهارده. لا هنخلص بلاد وشويه في السيركيشن مفيش نبقى مصر يا شباب ما ينفعش ال 40 ورقه عاوزين نعمل ثلاث حصص ازاي اخد 9 ورقه؟ ما ينفعش يعني اخد 20 كل مره المره الجايه ولا 15 كتير قوي. بس يعني ادوني اقول شويه يمكن نمشيكم مثلا باربعه. بص يا انا مش هكلوا العمل
مش عارف يحس على منطق يعني مع الاعتذار حتى هذا العدم ما يخليش يبقى يعني ادي عملي انا بدي اعمل بس عشان الناس اللي معايا ما ينفعش اقول لهم خد العملي مع المعيدين وبتاع وزي ما يكون لانه في الاخر نمره مقرونه يعني واحد ما بيقولش خدت العملي مع مين خدت مع مين مع عبد الله ففي النمره باللازقه فيها في الاخر دي سؤال انا بدي عنه انما انا يعني العدد ده does not satisfy ان انا عم بحصه طول ده عامل مذكره كده يعني حاجه اثيكال فما بوظهريش بقى انا يعني بعملها عشان خاطر احسن مستواك خلاص خد المذكره وروح ما عنديش حس خالص لو تعرف تقرا لوحدك كويس ايوه لا ما انا بص اطلبش الطلبات دي انت انزل قول له ان احنا وضعنا كذا ظبط انت بس قوله الدكتور هاجي يقول لك في حالات في سويتس عدي عليه في البيت انا هقول لك فيها مع بعض هو بيعزمني على حاجات حلوه كتير بلاك جروبس في الكلمه الفيصل هل بنقسم البلاك جروبس حسب الانتي بودي اللي في البلازما ولا الانتي بوديز الانتيجين اسف الاجلوتينوجين اللي في السيرفيس ممبر اوف ذا ار بي سيز حسب مين؟ الانتيجين انتيجين اللي في الار بي سيز فدي كلمه فيصل فانا بذاكر معاك هتطلع في مربع عشان غلط في الكلام ده هتتكلم مسخره ايه الستبس؟ 3 ستبس هتجيب السلايد تحط عليه 3 نقط هنا الانتي ايه ده لونه ازرق اهو الانتي بي لونه اصفر الانتي دي قال ازازه بطشوها وهي ترانسبارنت خلاص يعني بقول عليها بقى مش لان انا عارف انها اقل واحده نظرة حد خدت يبقى ده بتحط ثلاث نقط طبعا كنا بنقول زمان كلام ملوش قيمه قوي دلوقتي يقول لك لسه ماسك السلايد شويه تقيلة قبل ما تحط النقط عشان يبقى درجة حرارة زي الجسم عشان التفاعلات كلها بتحصل أحسن في درجة حرارة الجسم يعني لو حد سأل كده ما حدش بيسأل الكلام ده إيه لازم تبقى ماسك السلايد شوية في إيدك عشان يبقى حرارته بالظبط زي جسمك فده يسهل التفاعل سواء كده وبعدين تحط بعد كده نقطة دم على كل واحدة لوحدها من غير ميكسينج طبعا اللي تبوظ التجربة وبعدين تخلطهم بجلاس رود كده تقعد تخلطهم مع بعض لو لقيتها منقعت يعني حصل كراكيع كده صغيره جدا طبعا الكراكيع يعني مش هوموجينيس زي ما تكون بقت منقطه بمعنى اخر يبقى كده انجلتنيشن لان عاوز اقول لك حاجه في الاي بي او سيستم الاميونوجلوبينز هو الاميونوجلوبينز ام اللي معمول من كام قطعه؟ خمس قطع يمسك كام ار بي سي في بعض؟ 10 فاكر الاميونوجلوبينز ام كانوا اللي هو بنتامين كان كده خمس قطع خمس قطع عملت ايه لك ايه؟ هيبتدي يطور الصربان طيب يعني فيه شرط ده طيب ده اللي هو عنده اكتر من جروب مع الناس لا هو فيه ان هو الناس اللي بره ده خالص في الجروب فبقيت عندي مش هينفع طيب المهم ده فهنا لو لقيتها في نقط يبقى فيها الاجنيشن انما اللون بينك كده ما مفيش النقط دي مفيش اجنيشن طبعا الصح الصح بقى لو انت مش متاكد تبص اندر الميكروسكوب لو لقيت في تو ار بي سيز لازقين في بعض يبقى ده ار اتش كونتريتر عشان الهيموجلوبين جي بيمسك اثنين بس ده صعب جدا تشوفه بالعين المجرده الاي بي او بيمسك 10 ار بي سيز فالصحيح مش ان احنا نبص بعيننا لا صحيح نبص اندر الميكروسكوب لو الار بي سيز مسكت في بعض يبقى حصل اجنيشن ما حصلش يبقى يعني حتى انت لو لقيت نفسك مش متاكد في الستيشن او بتاع او حاجه من هذا القبيل ممكن في الدسكشن مع زميل فاضل تقول له الصحيح تبص اندر ذا مايكروسكوب ده ار بي سيز حاجات من الميكروسكوب الام بيمسك 10 والجي بيمسك 2 يبقى اصعب نيجي بقى الكلام بتاع الاطفال لو حصل الجلوتينيشن مع الانتي ايه يبقى انت ايه مع الانتي بي يبقى انت بي مع الاثنين يبقى انت اي بي مش مع واحده يبقى انت أوه. طب في حاله الانتي دي لو انت عملت معاها ديفينيشن يبقى انت بوزيتيف ما عملتش يبقى انت نيجاتيف
مين اكتر بلد جروب اثر الواحد للناس الاو 45% يونيفرسال دون ومين قال لهم قال لهم فايده الاجليتينيشن عبارة عن انتي انتيبودي رياكشن فرق بينه وبين كونفرجن. طب ايه الرولو دي معادلة تاني لو لعبة انا مش هقولها فين الرولو حتى كتبها في مقارنة اللي هو ستاك اب. ستاك اب ده تعبير في انجلش ده براكتيف كارثة بعض كده ده ستاكينج ده مش كده يعني هتكتبهم في بعض بسبب اكسترا وابنورمال بروتين 8 ل 10 سنس بسبب الفرنجن كلوريد. هنا بقى بقول كل واحد نسبته ايه وعنده ايه اجليتينيشن واي اجليتينين فاللي مش عارف الايه بيبقى عنده انتي بي عشان ما يغلطش نفسه والبي انتي اي والاي بي ما عندوش والاو عنده النوعين. طب ده سؤال من اربعه كل جروب كان دونيت ايه وكان ريسيف من ايه وبقى الاو يدي لاربعه لاربعه ويريسيف من واحد زيه بس هو انما الاي بي بالعكس ده حظه حلو ده يسيب من الاربعه ويدي واحد زيه. من هو اليونيفرسال دونر؟ وليه هيسالك؟ لان احنا النقطه الاساسيه في القصه ان احنا ما بتديني دم غلط صدق ولا تصدق. اللي بيتكسر مش كرات الدم بتاعتك، كرات الدم المنقوله اليك. طيب ليه؟ لان عشان ان انا عندي انتي بودز كتير فاقدر اي حاجه غريبه اكسرها، لكن هم انا بتنقل لي دم قليل فالانتي بودز ار سيز قليله والانتي بودز قليله ما تقدرش عليا يبقى صدق ولا تصدق. يبقى لما بننقل دم خطا مين اللي بيتكسر؟ كرات الدم المنقوله اليك. مش هتفرق حاجه هتموت برضه لانها اتكسرت جواك، انما هي حاجه كده فور فان. يعني اللي بيتكسر مش كرات انا، كرات انا ما بيحصلهاش حاجه، اللي بتكسر هو اللي انا واخده. طب الاو ده بقى الار بي سي فاضيه يبقى ممكن اي واحد ياخدها، مش اللي بيتكسر كرات الدم المنقوله اليه الاو ما عندوش حاجه في الار بي سي يبقى الاثنين لاي حد. والاي بي بالعكس ما عندوش انتي بودز ما تكسر يبقى ممكن ياخد اي حاجه، ممكن ياخد اي. This is why ده يونيفرسال دونر وده يونيفرسال ريسيفر. والكلام ده قلت في الاوائل في السمول فوليوم ترانسفيوجن، لكن لو نقلت دم كتير لا كل واحد ياخد فصيلته. لان الاو بقى هيبقى عنده انتي ايه وانتي بي كتير، ده يبقى ده يكسر كله بقى. لان في اللارج فوليوم ترانسفيوجن كل واحد ياخد اتس اون بلاد جروب. اذا حكايه كاتبها بعد كده حكايه اليونيفرسال دونر واليونيفرسال سيريان ده افتح ودك. Only in small, small, small volume transfusion. فقط. اهي. اجل الاجلوتينيت الدونر بلازما ويل بي دايليوتد اهي. ليه بقى الانتي بودز في الدم لما نقول لا بلاش قيمه بيبقى دايليوتد ملوش قيمه. In blood transfusion, blood groups between donor and recipient are adjusted to avoid اجلوتينوجين اجلوتينين ريأكشن. هيجي بالك بقى سمول فوليوم ترانسفيوجن سمول فوليوم الاو يدي كله والاي بي يستقبله كله، لكن ان لارج فوليوم ترانسفيوجن ذا ريسيبيانت شود ريسيف هيز اون بلاد جروب اونلي. دي مهمه هيجي بالك. الار اتش بوزيتيف كان ريسيف ار اتش بوزيتيف او نيجاتيف. النيجاتيف بياخد بالنيجاتيف بس. قلت في الار اتش يا شباب لو انت ار اتش بوزيتيف لا يعنيك هذا الموضوع غير في الامتحان. الشخص الار اتش بوزيتيف بيقول المعظم الكلام ده يعنيه في الامتحان بس، لكن في الحياه ما يحصلوش اي حاجه. المشاكل فقط مع مين؟ مع النيجاتيف. مفيش مشاكل مع البوزيتيف. طيب ايه الامبورتنس اوف ار اتش نورمالي؟ رحمه ربنا قلت لكم خلى الشخص النيجاتيف اهو شخص نيجاتيف يعني الار بي سي بتاعته ما فيهاش دي كابيتال اتش، ما عندوش عنده ولا لا حاجه ما لهاش اي قيمه اللي هي دي
دي لور كيس اتش. يبقى ده كان مفروض لو هو عنده انتي دي كابيتال تاثر عليك. ايه رايك لو انا شخص نيجاتيف وعندي انتي دي كابيتال وانا دي كابيتال تاثرش عليك، ومع ذلك ربنا خلى الشخص النيجاتيف يتولد ما عندوش انتي بودز. فهمت ليه بقى؟ ان وراء الخلق خالق. هو ما عندوش يعني دي كابتن انتش، لو عنده انتي دي كابتن مش هتأثر عليه، بس الام دي في يوم من الايام هتحمل بيبي قد يكون البيبي ده ايه؟ اخت زي ابوه. يبقى لو هي عندها انتي دي كابتن اللي هو النوع الصغير اللي بيعدي بلاسنتا هيموت البيبي. دي سواي ربنا خلى الشخص النيجاتيف لانه في رؤيه مسبقه، الخلق ده وراه قوه عاقله يسميها الله. مش طبيعه اللي بتخدم. لو انا شخص نيجاتيف لو عندي انتي دي كابتن مفيش مشكله، انا ما عنديش دي كابتن. يبقى زي البلاد جروب ايه عنده انتي دي بيتاثر فيه؟ لا لا. طب ليه ربنا ما عملهاش هنا كده؟ عشان هنا الانتي بادز من انهي نوع؟ بالام اللي هو كان نوت كروس بلاسنتا فمفيش المشكله. فعشان كده الاي بي او بيتولد عنده الانتي بادز بتاعته. ده ما تعديش بلاسنتا حتى لو ام والجنين بتاعها مختلف عنها في الايبو سيستم مش هيوقف، لان الانتي بوكس بتاع الايبو سيستم من نوع كبير ما بتعديش البلاسنتا، لكن بتاعته ار اتش من النوع اللي يعدي ايه؟ بلاسنتا. فالحل ان الشخص النيجاتيف يتولد ما عندوش انتي دي كابتن. متى يحدث مشكله الليسوبلاستوس فيتاليس؟ قلت كلمتين. لازم الام تبقى كلمتين ار اتش نيجاتيف فانسايزد. عايز تبقى نيجاتيف وتكون عندها انتي دي كابتن. يبقى مش كلمه واحده، مش تبقى نيجاتيف بس، نيجاتيف وايه الثانيه؟ تنسبايز يعني تكون عندها انتي دي كابتن. وده يتكون عندها بكام طريقه؟ طريقتين، يتنقل لها دم بوزيتيف، دكتور مغفل اداها دم بوزيتيف فاستثارها فتكونت انتي دي كابتن. او كانت حامل او ابهضت في يوم من الايام في بيبي بوزيتيف اللي هو اول بيبي، صح؟ فكونت انتي دي كابتن. يبقى ماذا تحدث المشكله؟ لازم الام تبقى حاجتين مش حاجه واحده، ار اتش نيجاتيف وايه الثاني؟ اللي هو انسبايد ار اتش. الشرط الثاني البيبي يبقى بوزيتيف. اللي هو نيجاتيف مفيش مشكله، هيبقى هنا الانتي دي كابتن مش هتاثر عليها مش هتاثر عليه. يبقى الام فيها كلمتين لازم تبقى ار اتش نيجاتيف انسبايد، ار اتش نيجاتيف انسبايد، انسبايد طريقتين. يعني تنقل لها دم بوزيتيف يا اما بقت حامل ثم الانفلال القص والبيبي يبقى ده ازاي بتحصل؟ التريتمنت نغير دم الجنين مع انه بوست بنديله دم ايه؟ نيجاتيف. ليه؟ عشان انتي بودز على الدبلو، في انتي بودز عنده لو اديت له دم بوست هيتكسر فبتديله دم نيجاتيف. ده جروب او كومبليكيشنز وانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. لو نقلنا دم غلط الاول الار بي سيز تمسك في بعض. طب دول كده لو رسمت لك الرسمه دي يبقى ده اي بي او انكمبتابيلتي ولا ار اتش؟ مين شاطر يقول خمسه ماسكين في بعض كده او 10؟ اكشولي 10 لازم ارسم 10. يبقى ده الاي بي او والام بي او، لكن اثنين بس ماسكين هنا ار اتش. عشان كده الاي بي او انكمبتابيلتي اخطر من ار اتش انكمبتابيلتي، عشان الانتي بودز بتاعه بيبقى كسر 10 بالمره لانه ام طيب اللي هو بنتامير والقطعه بتمسك اثنين. بنس كام ار سي في المره اللي فاتتكم 10. انا بتاع ار اتش من جوبن جي لو قطعه واحده يمسك كام؟ فاللي بيمسك ده الانتي بوديز، اللي بيفرقع مين؟ الكومبلي شرحناها. يبقى مين يمسك الار بي سيز؟ الانتي بوديز. مين يكمل ويفرقع؟ الكومبلي. فلما تفرقع تطلع ثلاث حاجات مهمه جدا، تطلع بوتاسيوم الاخضر ضربات القلب اكثر اين اخشاع الادوار بوتاسيوم، كنت الحقنه المميت عباره عن بوتاسيوم، ويطلع هيستامين يعمل بازو فلتيشن شوك، وبعدين يطلع هيموجلين. هيموجلين ده بقى مصايب كتير قوي، اهم مصيبه هيروح في الكليه يتفاعل مع الاحماض اللي في الكليه. لسه قايلينها اول تجربه يدي اسيد متين، الكلاكيع البني دي اللي شفتها في السهلي هتبقى موجوده في الكليه. تسد على بيبي الكليه تموت من فشل كلوي، وده سؤال بيسالوه لك، اللي نقلوا له دم خطا بيموت من ايه؟ فشل كلوي.
بسبب الاسيد الهيماتيكي اللي بيتكون من سيلز الانيميا. الهيموجلوبين بيروح الكبد يتحول لنفايه صفراء تدي مرض الجوندس. دي تاني حاجه. الهيموجلوبين يزود اسوده الدم يبقى الهارت يبذل مجهود اكتر ويحصل هارت فيلير. ده سؤال تبقى عارف كويس. طيب كبد الصفراء امتى ننقل الدم؟ ثلاث احوال. طبعا انا لما اول ما عند معيد يعني كان الانجليش ضعيف خالص وده صعب فرحت كاتب دي الحاجه اللي بتطلع الجتانك وكده هو بعد كده بتعمل بس ان انا انقل الدم عشان خاطر فقدت دم عاوز اعوضه او فقدت ايليمنت واحد يعني انا هقول لك دم عشان اعوضك عن فقدان الدم ككل لزف او عن انك حاجه واحده ناقصه واحدة من خمسة الار بي سيز ناقصة بس انيميا بس او الوايت بلاد سيلز او البليتلتس فانا كتبت تعديل هبات في الانجلش كتبت تو ريستور هول بلاد تو ريستور هول بلاد ده معناه واحد نزف كل الايه الدم ده تعديل خطا 100% وانا ندمت عليه وصلحته ايميديتلي اكشلي حتى انا مدان تو ماي وايف سبيرفكت انجلش لما قريت قالت لي كلمه تكبد يعني ايه تو ريستور هول بلاد واحد نزف كل الدم ايه التعديل قلت لها اقصد يعني ان كل الاليمنت دي ما تتكتبش كده هم بقى كان عندهم ثقه حتى في الانجليش تعبان بتاعي فكتبوها لحد دلوقتي تو ريستور هول بلاد تو هول بلاد يعني واحد نزف كل الدم نقول له دم لا هي هيموريدج لاكثر من 20% بص دي عملي دي عملي فما فيش حاجة اسمها كوليسترول زي ما بتطلع في الهيكل كوليسترول هو الدم يعني انا فقدت الدم كله ريستور ده مش كده هي هيموريدج ليه انا كنت اقصد ان الخمسة اليمنتس يعني نزفت يبقى اما عاوز ريستور حاجه واحده لابسه اما عاوز ريستور كل الاليمنتس ما تتكتبش كوليسترول هو الدم فكتبوها في النظري وكتبوها في العملي وندمت عليها شد ندم بس ده لسه ما وصلتهمش لسه ما اخدوش تلكم هزيد لكم بعد شويه اللي جاء عندي عندي بقول له نادم عليها مش انا صلحتها روحي ايه الانجليش ده؟ جايبينك منين؟ انا كنت في التوفيق اصلا كان شيء انجليزي كان بتاع الانجليزي قلدك في البيت طيب فهي هيموريج لاكثر من 20% مش كوليسترول هو ده انا كنت عايز اقول كوليسترول الخمسه او كوليسترول هو الاليمنت يعني فقدتهم كلهم نزفت او فقدته دي غلط يبقى هيموريج اكثر 20% او كوليسترول 1 اليمنت 1 اليمنت ده حاجه من خمسه مهمه في الدم ممكن لو ناقص عندك ار بي سي بس يكون لك هول بلاد لو ناقص عندك بليتلتس وايت بلاد سيلز بلازما بروتينز بلوتينج او في الانسولوسوس كتير بنعمل تشينج ترانسفيوشن البريكوشن بقى ايه الحاجات اللي نعملها عشان خاطر نعمل شوف انا مش شوف اربعه عشان ما تسالوش مش اربعه ونص عشان اربعه بس ما يزعلش خلاص اتفقنا اربعه ايه كان مخلصين نعمل بس هتاخده على دماغك يحصل لك ايه؟ في سكشن الحصص الجايه ايه؟ في سكشن الحصص الجايه مش هنعرف نطول يوم الاثنين ايه ده احنا عندنا يوم ايه؟ في سكشن الساعه 12 ما عندناش مشكله مش احنا الجروب بتاعنا احنا لا في ناس ثانيه بيلعبوا بس هم عارف ايه المستند ما ينفعش انا مش عارف ممكن مثلا انا بتقول كده طب بخصني انا طب روح عباس كده مش انتوا عباس دول لا هو في الدنيا عباس طيب بص واحد حل وان بروبلم ات تايم بريكوشنز لازم
الخميس ده بقى كل البواقي هتاخدوهم الخميس يعني البوصو عشان ما نضيعش على الوقت بريكوشنز يعني احتياطات نقل الدم وتحصيل طريقه الدينات لازم الدم يبقى مناسب مش بالبطاقه بالكروس ماتشنج تيست كومباتبل باي كروس ماتش يعني تحط الدم بتاع الدونر على السيبيان الان عمل يونتالكو العربي خارج الجسم لما سوف يحدث داخل الجسم مش هم يتخلطوا جوه طب نخلطهم بره ونشوف ايه اللي هيحصل ايا كان السبب كانوا مختلفين في السب جروب مختلفين في الار اتش واخد لا هنحتاج لارج فوليوم ترانسفيوجن ده الكروس ماتش والنيجاتيف رغم ان اول مره مش هيحصل له حاجه لكن ربنا شايلها له يا اخي عشان تقوم تقدر تبقى حامل في بيبي على الاقل ما حصلش حاجه يبقى سيب لها الفرصه دي يبقى النيجاتيف لازم ياخد نيجاتيف والزول في اول مره ياخد كروس مش هيحصل حاجه لانه ما عندوش حاجه دي كمان يبقى لازم كومباتبل بالكروس ماتش والنيجاتيف ياخد نيجاتيف لازم الدم يبقى خالي من خلالها خالي من التلوث وخالي من الامراض لازم الدم يبقى خالي من التلوث وخالي من الامراض وبعدين نمره 5 و6 يبقى محترم لما نجيبش واحد ما عندوش دم يدي دم زي معظم المتبرعين دول الناس بيبيعوا دمهم عشان يجيبوا فلوس ياكلوا مخدرات يبقى ده ما ينفعش لازم يبقى هاي هيموجلوبين برسنتج ولازم يبقى ما قعدش بره التلاجة اقصى حاجة لازم يبقى خمس درجة حرارة خمس درجات 21 يوم في التلاجة انما لو نقول الطاقة زي ما بتطلع عندنا المفروض يجيبوا كل الدم اللي في التلاجات ما اللي حصلش طبعا ده بدون تنصيبه طيب ده اللي هو البلد التسع تجارب في الكارب الاصفر عندنا 10 طبعا 10 مش طوال قوي كتير حاجات صغيرة يعني جديدة زي الجاجولار بالس زي الاتريال زي الهيستس بس في حاجات طويله زي الارتيا بابريش ده مهم قوي الابريتس ده بقى المفروض نمشي بسرعه انتوا عارفينه كويس الجهاز اللي هو اسمه سفيجمو مانوميت سفيجمو في اللغه يعني بالس انك لما لما بتنفخ البالس بيضعف يضعف يضعف لحد ما يختفي فسفيجمو مانوس يعني الذي يضعف البالس فين هنا بمعنى مش رفيع بالسي يبقى ضعيف لحد ما يقف فاذا الكلمه لا تعني جهاز ضخم سفيد مانوميتر مش معناها جهاز قياس الضغط معناها الجهاز الذي يوضع في الضغط تقعد تنفخ لحد ما الضغط يقف وبعدين تعمل تاني وستيثوسكوب مش معناها سماعه ستيثو يعني تشيست سكوب من زمان كانوا بيسمعوا اصوات التشيست ما كانش بيقيسوا ايه ضغط يبقى ده الابريتس طب البرنس اهم حاجه هنا بقى فتح ودانك ايه بايت مثلا الجهاز ده بيقيس الضغط في الكف ما بيقيس الضغط في الارتري بيقيس في هو متصل بالكف مش متصل بالارتري بتاعك بيقيس الضغط هنا في الكف لكن هنا بطريقه سهله لو انت الضغط في الكف اعلى من الارتيال بلاد بريشر الدم هيقف امتى هيرجع نقص الضغط؟ نقص الضغط ساعة ما الكف بريشر يساوي الارتيريا بريشر او الصح عاوز الصح اقل بحاجة لا تذكر لو قل حاجة بسيطة الدم ايه؟ هيمشي فانت تحس البالس تروح قاري الكف بريشر يبقى هو يساوي الارتيريا بريشر يبقى ان دايركت ميثود يبقى انت قاعد مستني البالس سهل قوي طول ما الكف بريشر اعلى من الارتيريا في دم يمشي انت قولوا معايا الضغط بره اعرف يمشي الدم هنا امتى هيمشي لما الضغط في الكف يساوي الضغط في الارتي او الصحيح لينا احنا لما يبقى اقل حاجه لا تذكر فيبقى الارتيريا اعلى شويه يروح ماشي الدم فانا اول ما هحس البالس يبقى دلوقتي الكف بريشر مساوي للارتيريا اقرا الكف يبقى عرفت ايه الارتيريا يبقى دايركت ولا اندايركت دايركت اللي احسن منها بقى السمع ربنا قدم السمع عن البصر مش عن الحس ان انا احط السماعه واسمع ساعه ما الدم يبتدي يمشي يبقى دلوقتي الكاف بريشر مساوي لل
ارتيع او قلنا الصح لينا احنا مش هنقول لهم اقل حاجة ايه لا تذكر. يبقى الطريقة دايركت ولا اندايركت؟ الدايركت. لو قلتش اندايركت يا تاخد صفر. نحن لا نقيس الارتيع بريشن. نحن نقيس الكاف بريشن. ونستدل على الارتيع بريشن لما الكاف بريشن يساوي ال الارتيع بريشن. يعني نحس ان الدم ابتدى يمشي يبقى الكاف قد الارتيع. او بالسمع يبقى فوسكالتاتري مثلا. نيجي للستاتس بريكوشن. دي مش عايز اقعد فيها طويل انها سهله. الانفايرمنت لازم تبقى كوايت. هاديه يعني الواحد لو قاعد فيه ضوضاء هيطلع كل عينيه عندهم ضغط. لازم يبقى جو هادي. البيشنت بريفيربلي سيتنج اون لاين حتى. يعني ينام. مش نايم يعني انام يعني متلقح صوت. احنا نقول دي باللغه الشاميه راح جاي لكم سنه ثانيه. عزمت قلت لكم القصه دي. كده كنت عزمت عند واحد صاحبي في يعني انا كنت كليه اصول سوريه فروحت عنده عزمني على اكله حلوه قوي بعد ما خلصت الاكله برضه لقيت يقول لا احلى بشويه هي في الشام وفي سوريا لا احلى حلوان بشويه مش كده انا قلت لا احلى يعني مش تسلطح انا بقول لك صاحبي تسلطح مقبول انما قول لا احلى ايه ده؟ في دماغي اللي انت لابس فيها طيب فنمر اثنين تبقى البلادر فاضية عارف ايه ان البلادر مليانة بتبقى عشان تعمل تنشن يورين شغل السمباثيتك صح؟ بس البلادر هو اللي يخليك تتبلغ مين اللي بيحدث الدول؟ طب السمباثيتك ده عالي ضغط يبقى لازم تقيس الضغط وانت البلادر فاضية خلاص؟ نو سموكينج طبعا السجاير بتعلي والكوفي والتي كل اللي بيزود الهارت ريت كومبليت فيزيكال ومنتال ريست ايش هدفه السطوح والعين ما هو طالع لك عامل مجهود السطوح هيسطو على طول هيطلع عنده ايه ضغط لازم يبقى مرتاح كومبليت فيزيكال ومنتال ريست وبعدين لازم الارم تبقى سبورت ما يبقاش معلقه في الهواء كده يبقى عندك مكتب حاطط فيه وريح وبعدين ليه بنقيس في البريك الارتي لانه ده سيبل اوف ذا ارم يبقى ده الانفايرمنت بيشن نيجي للسبيجنال مانوميتر الكاف ده لازم يبقى السايز مناسب يعني في مفروض ثلاث انواع من الاجهزه في جهاز للاطفال كاف صغير جهاز ناس تخان قوي زي شيماء كده في القاهره الناس مش معقول الجهاز ده ينفع صح شوفوا ده لطيف جدا ده ما خفيف جدا في القاهره ما ينفعش تشوفوا ايه يعني المهم الواحد دراعه قد كده مش هينفع ده يبقى لازم الكاف مناسب لحجم الشخص وبعدين هو لازم الرابر باك يغطي 60% من الايد بقى لازم الرابر باك ما تبقاش حاططها هنا ليه اللي انت تحط سماعه هنا بس بقى انش فوق الكيوبيتال فوس حاجات كلها بالعقل لما تقراها انك على فكره ما ينصحش تحط السماعه تحت الكف في دكاتره ما عندهاش فكره يروح زانق السماعه تحت الكف ده بريشر مش محسوب على الارتي مش متقاس هنا وما ينفعش واحد يقيس الضغط ولابس قميص ضيق من هنا جدا لان هذا البريشر مش متقاس مش عاوزين اي بريشر من اي نوع على البيسس قبل الصفحه الفاضيه البايبس دي عند روح الخراطيم يا شباب خدوا بالكم بقى دي نقطه لطيفه قوي الكاف ده يا شباب مش كله رابر باك ادي الرابر باك بس حته دي قماش طب انا مين اللي بيتنفخ رابر باك البريكر ارك فين ميديالي يبقى لازم الرابر باك دي تبقى ميديالي كده اعرفها ازاي ان الخراطيم داخله على الرابر باك مش هتدخل على القماش انها بتنفخ الرابر باك فالرابر باك ايه اللي هتضغط البيك ارت ميديالي يبقى الرابر باك ميديالي يبقى الخراطيم لازم تبقى ميديالي لو واحد جه يقيس الضغط لان عامل كده الخراطيم لاترالي هنسقطه لازم الخراطيم تبقى ايه عشان الرابر باك تبقى ميديال عشان البريكر ارتي ميديال
we an inch above. طيب ستيسو سكول اي ممكن لا انا معلش يا ساره مش عاوز اسئله عشان عاوز اروح حته كبيره اللي عاوز يسال بعد كده اتسكي السماعه بقى فيها حاجتين مهمين يا شباب الاير بيسز ده دلوقتي انت اتجاه ودنك مش كده على فكره اتجاه ودنك لقدام فلازم تلبسها كده يا دكتور حمار يلبسها كده منظر حتى مش حلو يعني لازم الاير بيسز تبقى قدام لان ودنك اتجاهها كده مش كده على فكره واحد يبقى عاملها بالعكس خالص طب اسمع ازاي نمره 2 انت الكون ده بيجيب الترددات احسن طب لكن لو واحد تخين يبقى ما احناش عارفين بريك الارض فين بالظبط يبقى عاوزين نحط حاجه واسعه عشان ربما تلقط فنحط الدافران يبقى الدافران ده في الناس الاوبيس انما الناس العاديين الكور وعند تتاكد ده اللي شغال انك انت وانت حاطط في ودنك تخبط عليه تسمع الصوت لان ممكن دي كده في فالف هنا بيجيبها مره كور ومره يعني عايز تتاكد اللي حاطه هو اللي شغال ده البريكوشنز اللي بتعملها بعد كده هنقيس ازاي بالبلباتري ولا بالسكالتاتري ولا بوث دي اول اجابه الاجابه انا صح فالباتري ذن اسكالتاتري وبهذا الترتيب فالباتري وبعدين الاسكالتاتري وفي البلباتري ناخد كام قرايه؟ 2 حط ايدك على البالس 3 صوابع اخترنا الراديال ارتري انه سوبرفيشال ليه اخترناه؟ سوبرفيشال ونقدر نكمبريس ات اجينست اللور اندو ريدس ليها عريضه كده ده اختيار ليه اخترنا الراديال ارتري؟ بعدين انت حاسس البالس زي الفل التكه كلها في الضغط يا شباب حاجه واحده بس في التأني السلامه ان ترفع الضغط ببطء شديد وتنزل ببطء شديد ده في الحياه حتى سيبك في الامتحان العملي ممكن في العمل تقول اي حاجه وتقوم تقول اي ارقام وهنصدقك وانت لا سامع ولا حاسس ولا كده التكه كلها في الفالف ده الفالف بتاع الاير بامب انك لا تبقى قافله خالص بحيث ما تنفخش ولا فتحه خالص حاجه خفيفه كده عشان يطلع ببطء فتقدر تحس في الوقت اللي انت بتقرا الضغط وانت حاسس او بتسمع وتقرا فكل ما يبقى الحكايه بطيئه يبقى هتلقط القرايه الصحيحه فتطلع ببطء وتنزل ده التكه تقعد تعلم نفسك ازاي حتى لما تفك الفالف غالبا معظم الطلبه يجي فوق ونازله كلها بس خلاص اقعد من غير قياس كده تتعلم ازاي لما تفتح انه ينزل ببطء شديد قبل ما تحاول تقيس اي حاجه تتعلم كده من غير ايد عيان من غير اي حاجه ازاي ترفعه طبعا لازم الفالف ده يبقى مفتوح بتاع الماب مش عاوز عبط انك ممكن كده وتقعد تنفخ مفيش حاجه يعني في تو فالفز ده مفتوح في اثناء التجربه تقفله لما تيجي مروح الفالف ده في ناحيه شغال وفي ناحيه مقفول اهم بالب في حياتك هو بتاع الاير بامب ده نطلع بوقت وينزل بوقت للاسكاء فقط انا حاط ايدي على النب حاسس يبقى ما زالت كاف بريشر اقل من ارتيريال بريشر لان لسه حاسس النب في اللحظه اللي هيساء الكاف بريشر هيبقى اكتر من ارتيريال بريشر هيتوقف النب يبقى دي قرايه ايه يبقى القرايه ايه دي اعلى قليلا بعدين اروح نازل امتى هيرجع النبض تاني قلنا لما الضغط بالكاف يبقى ايه اقل قليلا دي قرايه دي يبقى فهمت ليه بناخد قرايتين لان واحده لما اختفى النبض لان الكاف بريشر اعلى طب لما رجع الكاف بريشر مش مساوي اللي ذكي اقل قليلا يبقى واحده اعلى قليلا واحده اقل قليلا يبقى المتوسط والقراءه صحيحه يبقى في البلباتري ميثود بناخد كام روايه؟ 2 واحده لما النبض يختفي واحده لما النبض يرجع واهم حاجه طالعين ونازلين بايه؟ في التأني السلام كل ما تبقى ببطء تجيب القرايه في الوقت الصح انما بينزل بسرعه بقى تقطع عينك بقى في اي وقت ملوش علاقه بالكلام اللي انت حاسه دي عبره انها اديتك ستوري بس خلاص؟
وإيه أكل؟ لأن أحسن حاجة في الدنيا السمع، مش تتفوق على التاتش، تتفوق على البصر. فأثبتها لكم السيكولوجي السنة الجاية لما ندهولكم، مع أن الصوت أبطأ كثيرا جدا من الضوء. الضوء 300,000 كيلومتر، الصوت 340 متر في الثانية. الاستجابة الأصوات أسرع بكثير من استجابة الأضواء. هبحكي لكم التجارب اللي عملوه. السمع ده رهيب. دي جدا فكرة بس عن السيستوليك كده. السيستوليك مثلا 130، عشان لما ارفع ولا اعمل اسكالتاتري ما اقعدش رافع ل 200، هو الضغط طلع 130 يبقى ارفع ل 150 يا اخي. انما في واحد زي ما يكون عاوز ينفخ، يعني لو شويه عاوز ينفخ العيان. طبعا ده بيوجع، النفخ ده بيوجع العيان، ممكن يزود الضغط بالعيان عاوز يديك في وشك. انت عرفت 130 ترفع فيها ب 20. وفيها ميزه ثانيه ما نفعناش غير 150، التوقع الاكسبكتيشن. انت متوقع السيستوليك هتسمعه فين؟ فلما تقرب بقى 130 كلك اذان صغير. يبقى ليه عملنا البلفاتوري سابين؟ ناخد فكره عن السيستوليك، فما نعلاش كتير فوقيه. دي واحد. واحنا نازلين فاهمين احنا متوقعين الاصوات هتبتدي امتى. التوقع يخليك تسمع حلو، انما بتنزل ومش عارف الصوت هيجي امتى كارثه. لا ما بنتعدش خالص، انا قلت كله نار بس هتتكلموا يعني هندردش خلاص. ممكن واحد طبعا يرز عليك ويقول لك اسمي ضغط، ممكن ما بتحصلش يعني. ده في الـ في الـ في, الـ في الاورا اللي هو ممكن، لكن ما بتحصلش. اول حاجه بص، لما هتنزل عند 130 بالصيغه، يلا بصوات صوتيه اهو كلير ساوند كده. اول كلير ساوند هو ده السيستوليك، وبعدين الكلير ساوند يختفي ويظهر بداله ميرما. مؤثرات صوتيه صح 100%. وبعدين يرجع تاني الكلير ساوند متزايد وفجاه يقل وبعدين يختفي. طيب فين السيستوليك؟ الفيرست كلير ساوند هو ده السيستوليك. اول كلير ساوند هتسمعه، ده اول كلير ساوند، ده السيستوليك. بص بقى معايا، وبعدين في ميرما، وبعدين يرجع الكلير ساوند متزايد، وبعدين يقل، وبعدين يختفي. دي اسمها اللي اكتشف الاصوات دي راجل اسمه كوروتكو. افتكر بس اسمه الكرة بتاعتكم، في كورتي وفي كوروتكو. كوروتكو مش كورت انا. اسمه ايه الراجل؟ كوروتكو. كوروتكوف ساوندز. واحفظها لك بطريقه سهله جدا. كلير ميرمر كلير ديكريس ديسابير. تاني خد راحتك. كلير ميرمر كلير ديكريس ديسابير. ادي الخمس تاني. كلير ميرمر كلير ديكريس ديسابير. خلاص ده فيرست كلير ساوند هو ده السيستوليك. للاوائل بقى فين الدايستوليك؟ الديبانس. لو واحد ادلت عادي قاعد يبقى لما يختفي الساوند ريستنج ادلت هو المعظم. انما لو تشايلد عنده هايبر كاينيتك سيركيليشن نشطه، او ادلت بيعمل اكسرسايز ستريس تيست، عارف اللي بيجروا على السير وهو بيعمل جهاز اي سي جي وبيقيسوا له الضغط، الساوند ممكن ما يختلفش غير عند 10. مش معقول الدايستوليك 10، بناخد الديكريس. يبقى الفيرست كلير ساوند ده السيستوليك، ما فيهوش هزار ده. انما الدايستوليك للاوائل تقول له الديبيندز. في الاغلب في معظم الناس لما يختفي الساوند طفل او اكسرسايزنج ادلت بقى زي الطفل عنده هايبر كاينيتك سيركيليشن، يبقى لما الساوند يقل. ده الاجابه الاولى. اي اجابه ثانيه تهريج. طب ليه بقى لما هي الاسكالتاتور حلوه قوي كده بنعمل بالبلفاتوري؟ لان فيها عيب خطير في الاسكالتاتور. فيها حاجه اسمها جاب، سايلنت جاب. في حته بيختفي فيها الاصوات خصوصا في الناس اللي عندهم هايبرتنشن والاولد اللي هم بتقيس فيهم. الصغيرين لا بيقيسوا ولا ما عندهمش ضغط. ايه الكارثه؟ لو انت ما عندكش فكره عن الريال سيستوليك اللي هو 130،
عملتش بالبنت ورحت طالع داخل هنا دخلت على طول في السايلنت باك. اول ساوند هتسمعه هنا يبقى ده هيديك فولس في اللحظه فولس لو سيستوليك فولس لو ايه فولس لو سيستوليك اهو هيتهالك سيستوليك هنا عندي سيستوليك فوق او العكس فولس لو سيستوليك او لو انت ما عندكش فكره عن السايلنت جاب طلعت بال 200 زي ما انتوا بتعملوا فوق والراجل صوت واتبهدلت فجبت اول صوت سيستوليك وبعدين فجاه اختفى الساوند هنا فيتهيألك ان ده مين بقى؟ ده سيستوليك فيبقى فيه انت عينت سيستوليك صح يبقى فولس هاي ديستوليك. انا هفصل الاجابه بطريقه لا ولن تنسى. ايه عيب الاسكندريه في الاجابه؟ بيديني فولس لو سيستوليك فولس هاي ديستوليك. الناس ما بيعرفوش كلمه سيستوليك وديستوليك ما بيعرفوا ايه؟ بيقول لك العالي 120 والواطي 80. عيب السايلنت جاب انها تخلي العالي واطي والواطي عالي. اه يا زمن بس هتقولها من غير اه يا ايه؟ يا زمن. وخلي العالي واطي والواطي عالي. اه يا زمن ادي عيب الاسكندريه في الجاب. فولس لو سيستوليك اللي هو العالي اند فولس هاي ديستوليك. لو دخلت هنا هيتهيألي ده سيستوليك مع ان هو كان هنا يبقى فولس لو سيستوليك. طب لو انا ما اعرفش عنها سيستوليك قالت لي 200 هنا سيستوليك صح اهو واختفى الساوند هنا هو المفروض يختفي هنا يديني فولس هاي ديستوليك. دي اهم حاجه الجدول ده تحفظه صم. يبقى تاني أصوات اسمها هي يا شباب كروكو كروكوب ساوند هزناها ولا لسه كلير ميرور كلير اسمها تاني مع بعض كلير ميرور كلير وعند تسكت بوز حفظ تاني كلير ميرور كلير كلير ميرور كلير ديكريز اسمها كلير فين السيستوليك ده فيرش كلير فين الدايستوليك في احتمال ايه في المعظم لما يسبير resting up children او يعني exercising other يبقى لما يعيب تبقى عارف هذا الكلام. ايه ميزة ايه عيب البالباتري؟ انها بتدي ستوري بس مين اكل دي بتدي ستوري بس ستوري واكل بس عيبها ايه؟ في جاب الجاب ده في الهايبرتنشن والاولد ايج خلي العالي واطي والواطي عالي. طيب تعالى بقى ايه سبب الاصوات كده؟ قلنا ان احنا عندنا نوعين من الفلو تيربل وستريم لاين. مين اللي بيدي صوت؟ تيربل. فقول سبب تيربل. وعليا اسالك سؤال لو حطيت السماعه من غير جهاز ضغط تسمع صوت؟ ليه؟ لانه ستريم لاين فلو لامينر فلو ساوندس. انما الجهاز بيروح ضاغط على الارض قلت زي خرطوم الحديقه اما تضغط عليه السرعه تزيد يطلع الملك بتخبط في بعض جهاز يضغط على الارض فالسرعه تطلع عاليه يعمل تيربل فلو. يبقى سبب الاصوات تيربل فلو لو حطيت بدون جهاز ضغط نو ساوند. ليه؟ ستريم لاين او لامينر محتاج كلمه من ايه؟ لامينر يعني في طبقات لامينر او في اتجاه التيار ستريم لاين ستريم لاين. طيب نيجي بقى باثولوجيكال في الاورثوستاتيكال بوتنشال. المفروض ان انت لما حضرتك احنا عارفين اهم معدل بيكون ايه يا شباب؟ بتقول الارتيريال بلاد بريشر بيساوي الاوتبوت في ريزيستنس حتى في كلمه واحده اوتبوت توتال بريفرال ريزيستنس. دي اهم معدل ارتيريال بلاد بريشر. ثيوريتيكال لو حضرتك انتفضت وقفتها بص لي ده البلاد الجرافيتي هتاخد الدم على فين؟ يبقى هتقلل فيلوسيتي وبالتالي هتقلل ايه؟ كارديك اوتبوت وبالتالي هتقلل ايه؟ ارتيريال بلاد بريشر. فسموا ده اوف يعني صحيح او مستقيم عن انتهالك وجابوها منين؟ اورثوستاتيك يعني الثبات على الوضع المستقيم كده بينقص الضغط. في سنكم ما بيحصلش هذا الكلام ليه؟ لان اول ما بتنطفي الوقفه السيمباتيك بيعمل كونستكشن في البيت يمنع التيار. ناس كبار مكسور عندهم ضغط ياخدوا ادويه موقفه السيمباتيك اذا حبيت تعرف معلومات الوجاهه الاجتماعيه. دواء الضغط اساسا بيمنع البازو
اوستيتش مش كده اول ما انطفي الوقفه الدم ينزل تحت مفيش سمباتيك عندهم يعني عشان هو موقفه عشان يوطي الضغط فيحصل لهم اورثوستاتيك هايبرتنشن مين اكثر ناس بيحصل بيه اورثوستاتيك هايبرتنشن بيشنت تيكينج ميديسن يعني الدواء بتاع هايبرتنشن موقف اللي بينقصكوا دوت بتقوم تنطفي بسرعه وما تحسش الظاهره دي انك اول ما بتنطفي الدم هاتي يروح سمباتيك وحافظ على الضغط هو وقف سمباتيك عشان يحافظ على الضغط يحصل له الظاهره دي اللي هي اورثوستاتيك هايبرتنشن نسيت اقول لكم جمله مهمه كاتبها تحت الجدول فبنقيس الضغط مره واحده بس انا كنت كاتب نص صفحه فيها لقيتها بقى مش كاتبينها ما رضيتش انك تقيس الضغط مره واحده دي كارثه لازم في اولا بسرعه كده اقولها اول مره تقيس الدراعين الدراع الاعلى هو اللي تقول العالي يقيس فيه طول عمره لان الدراع الاوطى ده غالبا ليه واطي ما هو نفس القلب بيضخ الاثنين فيه اوبستراكشن يبقى في اول مره تقيس في كام دراع دراعين الاعلى تكمل فيه بقيه عمرك مع العيان في كل مره تقيس على الاقل مرتين لو يعني بالتاتري واسكالتاتري ذن بالتاتري واسكالتاتري لو درجتين الفرق قال من 10 خلاص ابقى من 10 وعددهم بمره ثانيه البالس الريجولار اربع مرات ده اللي هو الهايبرتنسيف سوسايتي في امريكا اقرت هذا الكلام احنا عندنا ناس بتهرج دكاتره بتهرج بيقيس مره واحده ويروح حاطط لك سماعه واسكالتاتري مفيش بالتاتري زانقها حتى تحت الكهف اي عرض انا قلت لكم ده لازم مرتين على الاقل ويطلع الدراع قريبه مش قريبه انت اقول لكم الحاجه اللي ما تعرفوهاش كل الاجهزه الحديثه في امريكا دلوقتي بتقيس ست مرات اللي هي اوتوماتيك يعني تروح الدكتور يركبها لك تقيس 6 تايم وتاخد متوسط سته متوسطات لان الواحد يعني اي فكره تيجي في دماغه ممكن تعلي ضغط وقت الضغط لازم ناخد ايه؟ متوسط ما عليه تروب هيلينج ويف دلوقتي في ثلاث اسئله مهمه في الفسيولوجيكال تشينج في واحدة فيهم دلوقتي مع الريسبيريشن يا شباب هيقول لك هل النفس بيأثر طبعا عفظت طريقة سهلة ده الانسبيريشن والاكسبيريشن ده المنحنى بتاع التنفس الضغط عكسه تماما يعني هنا طالع هنا يبقى نازل يبقى مع الانسبيريشن الضغط بيقل ليه بقى لان مع الانسبيريشن انا هعلمكم حاجة مهمة جدا اللنج بتطلق انهبيتري امبلس مع الان ان لما باخد انسبريشن اللنج بيحصل لها ستريتش فالستريتش ريسبتور عن طريق الفيجاس هيلينج روت بتبعت انهبيتري امبلس وقت النفس المجنون اللي هو الاكيوس الكاردي فاسكولار سنتر لازقه في الستاف سنتر فالانهبيتري امبلس دي بتوقف النفس وتقلل الضغط بتاثر في الستاف سنتر بتاثر في الكاردي فاسكولار سنتر يبقى اوعى تنساها في حياتك مع inspiration نوع الانبوتس بتطلع inhibitory تاني الان مع اي inspiration بيطلع ايه؟ inhibitory انبوتس وقف النفس ادجستد خدناها مع الانسبريشن وتقلل ايه؟ ضغط ده وحتى لاحظوا التشابه هناك كان هيرنج جروور هيرنج مع واحد تالت بقى اسمه توب يعني هيرنج مع جروور درسوا التاثير على النفس هيرنج هو نفسه مع التروب درسوا التاثير على الكاردو فاسكولار فنفس الاسم هنا هيرينج جروا هنا توب هيرينج في الناحيتين طيب نيجي لتأثير الضغط والطول كل سنتي من هذا ليبر الظهر بتزود قد ايه؟ فاكرين الرقم 77 كده تزود وكده تنقص طبعا عشان تشيل تأثير البريمتي تعمل ايه؟ لاين داون اشهر ثالث سؤال في الحاجات اللي هي لازم نقولها مع بعض ما هو تاثير الاكسرسايز على الضغط يقطع الضغط بيزود السيستوليك وينقص الداستوليك ليه مين البرايمري مين اهم عامل بيأثر في الضغط في فتره السيستوليك السيستوليك الضغط في الارك في فتره السيستوليك اهم حاجه تاثر فيه الستروك والاكسل الكميه اللي هتدخل الارك في فتره السيستول اللي هي ستروك فولي ده اللي قلناها وعشان كده شرحت لكم اللي فيها الابريشن ده برايمري ديتيرمنت اوف سيستوليك هو استروك فولي اس مع اس وات ذا برايمري
الانترنال او سيستوليك ستاربولي. بينما الضغط في الدياستول مين اللي بيحدده؟ اهم حاجه التوتال بريفر ريزيستنس. الضغط فكر الضغط في الارتي فتره الدياستول تعتمد على كميه الدم اللي في الارتي فتره الدياستول اللي هي تعتمد على الارتيول. لو المحبس فاتح يبقى الدم هيتسرب من الارتي الدياستوليك يوتر. لو الريزيستنس عاليه الدم اتحبس في الارتي بريشر يزيد. يبقى السيستوليك بيعتمد على ستراك فوليوم الدياستوليك على توتال بريفر ريزيستنس. لما بعمل اكسرسايز بتحس بعضلات قلبك ايه؟ يبقى زدنا الستراك فوليوم يبقى زيد السيستوليك. عشان الدم يروح للعضلات في الاكسرسايز لازم الارتريولز بتاعت العضلات يحصل لها ايه؟ فاليتيشن. فالدم بيهرب من الارتي في الدياستول يروح للمصل فالدياستوليك. دي الاجابه الصحيحه الوحيده. اي اجابه ثانيه غلط. الاكسرسايز يزود الستوليك وينقص الدياستوليك. انه بيزود الستراك فوليوم قلب بيضرب بالك وبينقص التوتال بيبر ريزيستنس اللي لازم الارتريولز راح المصل تبقى ليه؟ الدم يروح للمصل. ده الإجابة. إيه استخدامات جهاز الضغط؟ استخدامات جهاز الضغط. خلاص كده نمشي. خلاص. استخدامات جهاز الضغط في قياس الضغط طبعاً. وفي الكابيلري هناخد تجربة اسمها كابيلري فيجيتي. إن إحنا بنقفل الفين. فالدم يجي في الأرض يتجمع في الكابيلرز. دي مقفول. لو الكابيلرز ضعيفة تفرقع. اسمها كابيلري فيجيت تيست. هناخدها بالتفصيل هنعمل ايه بالظبط. العيان اللي عنده تيتاني لو حطيت جهاز الضغط وحرمت ايده 3 دقايق من الدم مفيش كانسر راح يجيله. فالاكسنتابيت كتير يحصل له تيتاني. لو العيان ايده فيها اصابات جسيمه جسيمه وبتنزل من كل حته عاوز توديه مستشفى خايف عمال يخرب يبقى اقفل المنبع حط جهاز الضغط كتورنيكيه. ممكن لو مش جهاز ضغط تجيب الروبوت شاش تيب تربط هنا فايده تتوقع على الناس. ايده دخلت في مكنه في المصنع كل ايده متهشمه بوقت زي بس توقف المصنع. فنستخدم جهاز الضغط كاتو ميكي. السماعه بنسمع بيها ايه؟ كوف ساوند بتاعت بلاد بريشر ساوند بنسمع بيها الهارت ساوند. هي اساسا نسموها ايه؟ ستيشن كوبري بيسمعوا بيها تشيست ساوند. بنسمع بيها الانسباينال ساوند. بعد اي عمليه جراحيه لازم الانتستن يشتغل لو ما اشتغلتش عيان يموت. فالدكتور بيحط السماعه على بطن العيان للتاكد ان التستنج شغال. بيسمع الاصوات اللي ساعات بنسمعها لما تعلى قوي لوحدينا كده لوحده العصبيه بطني بتصوصو. دي دليل ان التستنج شغال. دي حاجه حلوه انها تصوصو كده وتضحك كل الناس تسمع. دي حاجه كويسه. لو وقف التستنج فبنسمع بيها الاسباينال ساوند. دكتور هو ليه لما نفهم بس المراعي الحد بيحصل كده؟ ايه ده؟ ليه لما بنقفل بطل فلاي عن الغد بيحصل تاني؟ بس ثانية أنا عاوز تقرا 13 ورقة دول كويس جدا. المهم دي نو جوكر فيها اللي عاوز يقفل يحفظها تماما ما فيهاش هزار مسكرة. وهتاخد جرعة نظري لا هو لو عنده فيتس قد استنى اسمها تريسيتس تريسيتس يلا يعني الساعة ده بعد ما تخلصوا الكاشن تيجي الساعة 4 سوا ولا حاجة مفيش مشاكل 4 فهنروح بقى زي ما احنا عاوزين دي فكرة حلوة خلاص يبقى 3 ساعة 4 باذن الله هقول له ايه الغلطة؟ 3 ساعة 4؟